بسرعة ندى بسرعة. الشبراوي. ندى محمد الشبراوي. مصرية. اوكي. دارسة. تخصصت الدراسي. قانون. خلصتي 2016. متى بديتي مشروع دودة كتب؟ في 2017، في مارس 2017. أول كتاب ناقشتي أو عرضتي؟ كل هذا الهراء عز الدين شكري فشير. كل هذا الهراء. أي. ظهرت القناة 2006؟ لا 2017. هي بدأت الأول على فيسبوك في مارس 2017 وبعدين نقلت اليوتيوب في يوليو 2017. 2017. كل هذا الهراء لماذا؟ لماذا هذا الهراء؟ لماذا هذا الكتاب تحديدا؟ كان لسه جديد، كان نازل، وكان عليه آراء متضاربة للغاية ما بين مؤيد وشايفه أحسن حاجة اتكتبت في التاريخ، وما بين اللي شايفينه سبب كل المشاكل والأرق واختار إن الشجر اتقطع عشان يتعمل منه. فبس كنت كم عدد الكتب؟ كم عدد متابعين قناتك؟ حاليا 92 ألف. 92. كم كتاب عرضتي؟ لا مش عارفة، بس عندي حوالي 170 فيديو، فيهم أكثر من 200 كتاب، 300 كتاب. الأكثر هو المترجم ولا العربي؟ المترجم أكثر. طيب شكرا يا ندى. انتقل لي يا رنوة. رنوة العمصي. رنوة قناتك من ممكن يسوي ميوت على ال يا ريت ليلى. ليلى انت سكتي الميكرو على الناس الكل، خلي بس اللي يتكلم يكون افضل يظهر لي، يعني خلي عايشة واللي يتكلم. أنا بتكلم مع رنوة، فأنا ورنوة اللي يكون بالا بالا. And show I will on using I will call you if I have it or not I will call you sure. يعني اعملينا كلنا ميوت. Yes. ليلى تقدرين تعملين ميوت حق الكل؟ في طريقة عند الأدمن إنه هو. Yes. Yeah, yeah, yeah. Of course. إحنا بنيز نسمع الأخ ولا شو؟ Yeah. You need if you didn't. ليلى وين راحت؟ ليلى. Today after. ليلى. ليلى مش موجودة، لا يكون الهكر اغتال ليلى. لا لا أنا موجودة موجودة. لا 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 موجودة. طيب شو يا ليلى؟ في حد اسمه كوكب. ايه هو كوكب معانا الصديقة كوكب. هي الصوت كان بيطلع من عندها هي، فأنا شلتها. يبدو هي حاطة حاجة وحاطة الصوت. اوكي خلاص مش مشكلة مش مشكلة. أوكي. طيب الآن معانا رنوة. رنوة اسم قناتك يا رنوة؟ طيب اسمها قراطيس، بس أنا بتكلم عنها بشكل واقع، يعني قراطيس مشروع واقف من مدة، فيعني معلش 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 صبري علي بس. طيب قراطيس متى طلعت يا رنوة؟ 2017 أظن. أنا سيء جدا في الأرقام جدا، ممكن تكون. طيب أول كتاب راجعتي؟ محمد حسن علوان اللي هو موت صغير. موت صغير. نعم موت صغير. شو دراستك يا رنوة؟ أنا دارسة فن تشكيلي في مصر. أنت بحرينية صح؟ بحرينية. أنا بحرينية، أمي مصرية، جدي فلسطيني، وعايشة في أمستردام. ما شاء الله. طيب شرفنا. الله يسلمك. إحنا الحين ماخذينك على أساس إنك أنت بحرينية. أوكي طبعا. طب أوكي. مش الحال ما يمشي غير حال اصلا. استاذة عيشة، استاذة علي عبيد نور معنا. اهلا وسهلا بالاستاذ علي عبيد، نائب رئيس جمعية، نائب رئيس ندوة الثقافة والعلوم ومدير مركز الاخبار في تلفزيون دبي. اهلا وسهلا يا ابو عبيد. مرحبا. الله يسلمك، مساكم الله بالخير جميعا. مساء النور. مساء النور والسرور.
رنوى أول كتاب راجعتيه كان موت صغير قريتيه رغم أنه 700 صفحة من الجلدة للجلدة؟ طبعاً. طبعاً أولاً أنا موت صغير أنا كنت كاتبة عنه مقال أصلاً منشور قبل ما يعني قبل ما أسوي الفيديو. أنا كنت أصلاً يعني ما دشيت اليوتيوب من 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 فراغ. أنا كنت أصلاً أسوي مراجعات كتب في صحف عربية أو في دوريات عربية، فهذه شيء. طيب على قراطيس كم كتاب راجعتي؟ أي سؤال له علاقة برقم بتشوفيني يعني شيء صفري، 10 يمكن 12 هيك كذي 12. طيب شكرا. أنا آسفة جدا، أنا آسفة جدا بس أنا في الأرقام سيئة. ما علي ما علي رنوى ما علي، شكرا جزيلا. محمد شادي محمد شادي الدكتور دكتور دكتور دكتوراه ولا دكتور طبيب؟ أنت ميوت يا محمد. ايوه استاذ معلش دكتور طبيب. طبيب ايه يا محمد؟ تخصص حاجه اسمها طب نووي نيوكلير ميديسن، نووي بنستعمل بنستعمل مواد مشعه في تشخيص وعلاج بعض الاورام يعني. طيب متى ظهرت قناتك يا شادي؟ تقريبا من 3 سنين برضو يعني من 2017 اعتقد. شو اسم القناه؟ بتاع الكتب. اسمها بتاع الكتب. هي بدأت كبتاع الكتب. طيب كم تذكر كم كتاب راجعت؟ والله صعب أقول يعني بس كتير يعني تقريبا عندي حوالي 100 فيديو أو أكتر يعني أعتقد هيبقى أكتر من 200 كتاب مينيمم 200 كتاب يعني 200 كتاب تقريبا. 200 كتاب. شو كان أول كتاب راجعته؟ هو ما كانش كتاب واحد وكان مجموعة روايات، كانوا 5 روايات في حلقة واحدة. في حلقة واحدة. كان سألت عن هاي النقطة لاحقا لأن أجدها شوية غريبة يعني، لكن بعلق هذا السؤال إلى ما بعد. شكرا يا شادي. معانا شوق يا ليلى. لا شوق ما ظهرتش، وبعت لها أنا اللينك الجديد وما ظهرتش لغاية دلوقتي. طيب مين من شباب من الإماراتيين عندهم قناة؟ عندنا خالد النعيمي وخالد خير جليس. طيب خالد أنا ما أشوفه، وين وخالد؟ موجود الآن أستاذ عائشة. أبغى بس أشوفه عشان أوجه له السؤال. أوكي أهلا يا خالد. أهلا يا خالد. خالد قناتكم اسمها خير جليس. نعم اسمها قناة خير جليس. باعتبار الكتاب يعني. متى ظهرت يا خالد؟ القناة بدأت في شهر مارس 2018 يعني تقريبا كملت أكثر من سنتين حاليا. كم كتاب راجعتوا عليها؟ كانت تصدر كتاب كل أسبوع من بدايتها، وصلنا حاليا فوق 120 كتاب. أنتوا ما شاء الله عليكم الوحيدين اللي متأكدين من الرقم. طيب أعتقد أنتوا قناتكم متخصصة في نوعية من الكتب إن لم أكن مخطئة صح؟ الكتب اللي راجعها في القناة أستاذ عائشة متنوعة بس أكثرها في تطوير الذات، علم الاقتصاد، يعني مواضيع مختلفة ولكن هي مواضيع علمية أكثر منها روايات أو غيرها. تتذكر أول كتاب راجعته؟ أول كتاب راجعناه كان كتاب الاستثنائيون اللي الكاتب مالكوم جلادويل. هذا كان أول كتاب. أعتقد هاي الكتب اللي تراجعونها أغلبها مترجم صح؟ أغلبها مترجم، وكذلك إحنا راجعنا بعض الكتب أو لخصنا بعض الكتب العربية والإماراتية. على طول قررتوا إن القناة تطلع على اليوتيوب ولا قبل كانت مشروع موجود مثلاً على أحد منصات التواصل أو على شكل صالون كتاب أو شيء من هالقبيل؟ لا بداية الفكرة كانت إن يكون على اليوتيوب. هي كانت يعني فكرة بسيطة بين 3 شباب، فريق العمل يتكون من 3 شباب إماراتيين إلى الآن يعني. الفكرة الأساسية كانت قناة يوتيوب، ومن ثم تفرعت إلى صفحات في الفيسبوك وإنستغرام وتويتر، ومؤخرا تقريبا من قبل أو في بداية 2020 أطلقنا البودكاست، وكان هذا يعني آخر تحول لنا إلى منصة رقمية جديدة. عندي سؤال حول الشخص اللي يظهر يرسم ويوضح الكتاب، لأنكم أنتم عندكم طريقة ان اللي يعرض ما يطلع مثل بقيه الشباب اللي معانا يكونون هم
اللي على الشاشة طالعين، أنتوا لا، أنتوا عندكم طريقة مختلفة اللي هو نعم. الرسوم التوضيحية للكتاب، صح ولا لا؟ نعم صحيح صحيح. حضرتك اللي تكون موجود على ال يعني الفويس هذا مالك أنت، أنت الشخص اللي تكون بالموضوع؟ لا أنا من فريق العمل اللي ياسين، إحنا نلخص الكتب ونقراها ونضع السيناريوهات. الشخص القائم على تسجيل الصوت زميلنا يدعى حمد صغران، هو مخرج سينمائي كذلك، هو المسؤول عن تلخيص الصوت والفويس أوفر. لكن من ناحية الرسوم أستاذة، يعني إحنا فكرنا في طريقة مراجعة الكتب وتوصيل الفكرة. يمكن هذا الشيء مش جديد على المستوى العالمي، في كثير من القنوات اللي تلخص الكتب طريقة رسم رسوم متحركة، لكن وكذلك في الوطن العربي، لكن إحنا شفنا أنها طريقة جيدة لإيصال الفكرة ووضعها لمختلف شرائح المتلقين والمتابعين. شكرا يا خالد، شكرا جزيلا. بس انت بعدين عن شيء له علاقه برنوه، لكن اول شيء برجع لرنوه. رنوه وانت تتكلمين معايا رنوه، سامحيني ميوت كان، كنت قاعده ارد عليك وبدون صوت معك طبعا. وانت تتكلمين على طول استعيلتي وقلتي ان القناه متوقفه، يعني حياء فقط. أوكي. هي متوقفة أعتقد لسببين، سبب أنك أنت انشغلتي بالماستر في أمستردام، وسبب آخر رغم الآخر. نحن السبب الآخر، هذه سؤال أي أن أنا أسوي كل شيء بروحي، يمكن كثير بعد من الشباب يسوون كل شيء بروحهم، بس هما في أكثر من سبب. يعني أولا أنا ما بسوي أي شيء، يعني ومسألة الكثرة عندي، مسألة العدد هذه مسألة مش كثير تخصني أنا كرني. شيء ثاني إن أنا كنت أسوي كل شيء وأبي أسوي شيء راقي ما أخجل منه، يعني بعد كم سنة، فكان صعب علي إن أنا أمنتج وأسوي الجرافيكس وأصور، أنا اللي أصور وأنا اللي أقرأ وأنا يعني أنا كان صعب علي، يمكن يكون سهل على غيري، بس كان أسميها فول تايم جوب، يعني لابد أن تكون هذه مهنتي الأولى عشان أحقق منها النجاح المعنوي على الأقل المطلوب. فكان تحدي يعني إما أن يكون في فريق يشتغل أو أن تكون هذه مهنتي، والموضوع كان صعب عندي لأن أنا عندي فراشات ثانية أبي على حقها. يعني أنت كنتي نقدر نقول شخص عنده أشياء كثيرة، وبالتالي ما قدرتي تمسكين بشيء واحد، فأطلقتي هذه الفراشة إلى حين إلى أن تعود بظروف مناسبة حتى تظهر بالشكل اللي أنت ترضين عنه. نعم. مع أن حتى آخر كتاب، شو كان آخر كتاب؟ أخف من الهواء؟ أخف من الهواء، نعم. أيوة، كان عرضة يعني لا يدل على أن في شخص متذبذب أو عنده حتى نية أن يطلق الفراشة هذه من بين يدي، لكن نحن نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. وأعود إلى محمد شادي. شادي، هل تقوم بيه العمل اللي نشوفه على اليوتيوب بتاع الكتب لوحدك ولا معاك فريق عمل؟ لا، وانا مش معايا فريق عمل، بس معايا صديق اللي هو ادم عاطف، ده بيساعدني، هو ليه الجزء التقني وانا ليه الجزء اللي هو المخصص او المخصوص بالكتب. يعني هو بيصور يعني انتوا شخصين بس تعملون كل شيء؟ مظبوط. انا عليه السكريبت والاداء وهو عليه الباقي. طيب سؤال، هو يا شادي الشخص إذا عنده كل الإمكانيات خلينا نقول الثقافية المعرفية، إنه يقرأ ويلخص وعنده حضور وعنده ظهور وعنده كاريزما وعنده كل شيء، هل يعتبر أمر مكلف أو صعب إنه يطلع قناة على اليوتيوب؟ هو الموضوع محتاج ديديكيشن، يعني محتاج الشخص يكون مخلص للموضوع. هو في ناس طبعا كتير بتقرا، بس الناس اللي عملت تشانلز او عملت قنوات على اليوتيوب مش كتير قوي، لان الموضوع فعلا بياخد مجهود وفعلا بياخد تفكير وبياخد افكار، وانت بتستهلك نفسك طول الوقت، ومحتاج تجدد ومحتاج تقدم افكار جديده، ومحتاج تقدم افكار غير اللي البوكتيوبرز التانيين بيقدموها، دي برضو حاجه مش سهله يعني. فاعتقد الموضوع صعب، يعني لو على الاقل عايز تقدم حاجه جيده
تقدم محتوى كويس هيبقى صعب جدا الحقيقة. مهما كان عندك قبول. أنت تتكلم في موضوع التنافسية صح ولا لا؟ هي مش أنا ما بحبش أشوف إن الموضوع فيه تنافسية، بس يعني أنت محتاج تقدم جديد، يعني أنا شايف إنه لازم الشخص يقدم حاجة جديدة غير اللي باقي الناس بتقدم. طيب في قنوات البوكتيوبر وين يكون التجديد؟ شو الشيء المختلف خلى أقول بينك وبين سين من الشباب اللي عندهم نفس الكونسبت اللي أنت تقدمه؟ شو الاختلاف؟ والله الاختلاف هو يمكن ناتج من وجود عاطف، يعني الفيديوهات بتاعتنا بيبقى فيها حاجات معينة أو جرافيكس معينة أو بيرولز مشاهد معينة بتتصور بشكل معين بتخلي الفيديوهات مختلفة عن باقي الفيديوهات. إنما المحتوى أنا ما أقدرش إنما المحتوى أنا ما أقدرش أجزم إنه هو محتوى مختلف عن باقي الناس، يعني في ناس كتير بتقدم نفس المحتوى، بتقدم حتى نفس الكتب اللي أنا بعرضها. هو أعتقد الاختلاف ناتج في الإخراج والجزء المونتاج والكلام ده كله. القناة مكلفة مادياً يا شادي؟ هي مش فكرة مكلفة مادياً، هي فكرة إنها بتحتاج وقت ومجهود. أنت ممكن تعمل فيه حاجة تانية، يعني ممكن تعمل فيه شغل تاني. هي مش مكلفة مادياً بس مش مجزية مادياً. بس أيوة هذا كان السؤال. إذا لم تكن مكلفة فهل هي مجزية؟ لا إطلاقاً ما أظنش، يعني ما أظنش إن في أي بوكتيوبر في الوطن العربي أعتقد حتى برا بيحصل على هذا الكم من الأموال من البوكتيوبينج يعني. طيب معانا ندى. يا ندى. أستاذة عيشة قبل بعد إذنك، في آدم عاطف اللي هو زميل محمد شادي برضو موجود، وممكن لأن حضرتك لو مش شايفاه هو موجود لو حد. آدم عاطف برجع لي بعدين في الأمور التقنية. أوكي. أهلا بك يا أستاذ آدم، أنا أتابع المشاكسات اللي يعملها مع شادي على القناة حلوة. ندى قررتي تطلعين على البوك على اليوتيوب سنة 2017 قلتيلي؟ وين؟ أيوة. وطلعتي فعلا، وأول يوم طلعتي فيه ما كان عندك ولا متابع طبعا، وخلال سنتين صار عندك 90,000 متابع. الحمد لله. الحمد لله، والله إن شاء الله يزيدك يا ندى. هل هذا يفرق معك في موضوع بعد المردود المادي ولا لا؟ لا، ما هو أنا زي ما شادي قال يوتيوب بالنسبة لي مش مصدر دخل خالص يعني، على الأقل بالطريقة اللي أنا بشتغل بيها. يعني هو في طرق تانية ممكن تخليه يبقى مربح شوية، بس يعني هتخليني أقدم حاجات تانية مش اللي أنا عايزة أعملها. فالموديل اللي أنا شغالة بيه حتى لو بقى عندي مليون سبسكرايب مش غالبا مش هيبقى مربح خالص. شو المقصود بالحاجة التانية؟ أول فكرة إنه الموديل بتاع القناة عندي وعند شادي كمان، يعني أنا مش عايزة أتكلم عنه، بس يعني عندي في القناة أنا براجع الكتب اللي أنا بحبها فقط، ما باخدش كتب من حد يطلب مني أتكلم عنها، وما باخدش بالتالي فلوس من أي ناشر أو من أي جهة علشان خاطر أعمل لهم دعاية للكتب، مع إنه دي مش حاجة غلط، بس هو ده مش اللي أنا بعمله. أنا بقرأ كتب أنا مهتمة بيها، لو عجبتني بعرضها في القناة. يعني ما حصل ان ناشر عرب بغض النظر عن انك قبلتي او لا، حصل ان ناشرين تواصلوا معك وعرضوا عليك الامر؟ هما في ناشرين بتواصلوا عايزين يبعتوا كتب، وانا ساعتها بقوم موضحه المعلومه بتاعت ان هو لو حضرتك عايز تبعت لي كتاب هديه شكرا وعلى دماغي، بس انا ده مش جرانتي خالص ان انا هعرض الكتاب. يعني انا ده بالنسبه لي كتاب هديه كانك جايبه لي في عيد ميلادي، عجبني ممكن اعمل له حلقه، بس برده مش بالضروره ان انت عشان بعت لي الكتاب هعمل لك الحلقه بكره. بس هو حتى ده مش ده اللي مربح. يعني انا لما بصرف في السنه بعض الالافات على الكتب، لما اخد الكتب ببلاش مش هو ده اللي هيبقى الربح، ما انا برده هشتري كتب تانية. هو الربح بقى في انه يتاخد فلوس بشكل معين او يتحط بجانب الكتب منتجات تانية تقدر تعلي الريت شويه بتاع الفيوز او تعلي الانكم يعني. بس ده مش الموديل بتاعي. انا الموديل بتاعي ان هو عندي ثقه، المتابعين بتوعي بيثقوها فيا في الكتب اللي انا بقول عليها، انه انا بقول عليها لان انا بحبها فقط مش عشان اي حاجه ثانيه، وده بالنسبه لي برايسلس، ما يقدرش باي فلوس ممكن اخدها من اي ناشر.
شكرا يا ندى. معانا ارجع الان للاستاذ سيد محمود، الصحفي الاعلامي الكاتب في الشان الثقافي المعروف. استاذ سيد، انت تتابع الشباب على قنوات اليوتيوب او تابعتهم من فتره، وصار عندك تصور تقريبا عن هذا العالم الجديد الذي يحاول الشباب فيه ان يساهموا في صناعه محتوى ثقافي، ان صح التعبير. هل تعتقد فعلا انهم يساهمون في صناعه هذا المحتوى؟ مساء الخير. انا طبعا سعيد جدا بمشاركه مع اصدقاء اعزاء، يعني من اكتر من، يعني اشكرك ان انت خليتيني اشوف رنوى العاصمي مثلا من سنين ما شفتهاش، وطبعا نجوم وشادي وندى اصدقاء اعزاء، وليلى طبعا، واتشرف بالاصدقاء الموجودين زينه والاستاذ خالد. دي نقطة البداية. أنا بس كمان عايز أقول أنه أنا بشكرك، لأنه لما دعيتيني للمشاركة ده خلاني أكتر يعني رغبة في التعرف على هذا العالم، وبالتالي ممكن تكون في أسئلة بديهية أو أسئلة أولى يمكن الأصدقاء الأعزاء يعني ينوروني شوية، ينوروا المحكمة شوية بالموضوع. أنا عايز أقول أنه في مثلا مجموعة من الأفكار حوالين الموضوع هي أفكار أولية ومش أحكام يعني، وبالتالي ممكن كلنا محتاجين نفكر فيها شوية. أول فكرة إن إحنا كلنا ممكن نبقى عارفين إن ده جزء من صعود الثقافة التلفزيونية، يعني إنه العالم الافتراضي بمقاوماته وبأفكاره، هم الشباب البوكتيوبر هم جزء من صعود هذه اللحظة الإلكترونية. وده مش هنقدر نفصله أبدا عن مجموعة من الظواهر اللي كانت كلها ظواهر متكاملة، أو كل ظاهرة بتسلم ظاهرة أخرى، من أول مثلا ظهور حفلات التوقيع أو مجموعات الكتب أو حتى المكتبات بصيغتها اللي بقت أقرب لأماكن تجمعات أو فيها زي كافيه أو مطعم، وده جزء من تصور استهلاكي لموضوع المعرفة. وأنا رأيي أنه طبعاً ده إيجابي، لأنه فتح مجالات جديدة واستقطب قراء جدد كان ممكن يفضلوا بعيد تماماً عن هذا المجال، لأن إحنا كنا طول الوقت بنتكلم عن مثقفين هم جماعات مغلقة، يعني بالصدفة ممكن أكون تعرفت على نجوم في مؤتمرات أو ملتقيات أو بالمثل الأستاذة عيشة، لكن الأصدقاء الأعزاء دول بيكونوا عالمهم اللي هو أكثر اتساعاً، وبيستقطب كل يوم مجموعة من الأسماء الجديدة زي ما بنسمع أرقام قالتها ندى، ويمكن شادي بتاع الكتب، دي أرقام كويسة جداً، يعني بنتكلم في 90,000 أو بنتكلم في 100,000 تقريباً، ودي أرقام كبيرة خصوصاً لما بنضع قدامها تراجع الوسائط التقليدية اللي كانت بتقدم الكتب سواء صحف أو مجلات. لكن بالإضافة لده عندنا مجموعة حاجات محتاجين نفكر فيها، باعتبار إن دي ملاحظات، إنه بعض الأصدقاء اللي بيشتغلوا في مجال البوكتيوبر بيشتغلوا كمان في دور نشر بصيغة مختلفة، يعني محمد بيشتغل في مكتبة، وآخرين بيتعاونوا مع دور نشر سواء كانوا محررين أو موظفين في المكتبات. في قاعدة في الإعلام، حضرتك إعلامية كبيرة، وليلى والأستاذة نجوم اشتغلت في الإعلام، متعلقة بتضارب المصالح، إنه أنا لو بشتغل مع دار نشر ده بيخلي دايما ملاحظاتي على دور النشر الأخرى عرضة للمراجعة أو للتفكير. أنا محتاج إنه الشباب يقولوا إزاي هم بيتجاوزوا المشكلة دي لو هم أطراف فيها. أنا بتكلم عن شادي مثلا، لأنه أنا بعرف شادي أكتر من أي حد تاني، يعني شادي بيشتغل بيدير محتوى إلكتروني لبعض دور النشر المعروفة، وبيشتغل كواقعي في دار نشر أخرى أو في مكتبة أخرى. ده سؤال. السؤال الثاني، وانا اعتقد انه ده كمان ما يقلش اهميه عن السؤال الاولاني او يعني بيفتح قوس، انه معظم اللي انا شفته وانا بتكلم بتركيز خلال الثلاث ايام اللي فاتوا
مبني على الجانب المعلوماتي. يعني هو بيعمل سكريبت بيقول لنا مثلا معلومات عن امبرتو ايكو، معلومات عن موراكامي، لكن معظم الافكار لا تتجاوز التفسير او تلخيص العمل، مش تاويله، وتقديم هذا المحتوى بشكل يعني في قدرة على إصدار الأحكام. وده حد فاصل بين الخدمة اللي بيعملها الشباب والخدمة اللي بيعملها النقاد أو مراجعي الكتب المحترفين أو الصحفيين اللي عندهم تخصص في المجال مثلا الأدبي، لأن أنا ممكن أكون بعرف فيه أكتر من غيره. طيب المشكلة دي فين؟ إنه إحنا لما بيكون في الوسائط التقليدية دايما بنقول ان الناقد الفلاني عنده خبرة بتاريخ النوع الادبي اللي بيستعرضه. يعني لما بيكون شخص مثلا بيتكلم عن الرواية، هو عنده معرفة بتطور الرواية كنوع ادبي اعتبارا من القرن 19 ومحطتها الرئيسية، وبالتالي لما بيصدر احكام انا عندي مرجعية اقدر مئن اليها الى تقييماته، مع الاعتراف طبعا بانه الذائقه الفرديه بتلعب دور. دي افكار احنا محتاجين نفكر فيها فيما يتعلق بادوار البوكتيوبر. اللي انا شفته، وهو اكيد مش كل حاجه، يعني شفت بعض المنصات مثلا المهتمه بالروايات الاجنبيه، شفت مراجعات شادي وندى، ولاحظت هذه ملاحظة انه يعني احنا بنقدم طبعا لانه الفيديو بالكتير بيبقى 10-12 دقيقة، فالناس بتبقى مستعجلة اكتر انها تقدم، تستخدم لغة الجسد، مستخدم خفة الدم، الطرافة، وده طبعا جزء من الرغبة في استقطاب جمهور كبير. لكن مثلا لما يبقى معيار تقييم عمل انه رواية حلوة اخر حاجة، انه كتاب رائع فشخ، يعني دي جمله بتستخدم في العاميه، يمكن رنوة العاصي بتعرفها كويس. يعني التعبيرات ديت هي تعبيرات على يعني جمالها وقدرتها على انها تبني شفره للتواصل مع اجيال مختلفه، الا انها الحقيقه ما بتكونش كافيه قوي علشان تقدم لي انا كشخص يعني عندي معرفه بهذا الموضوع قدرة أو يعني تقنعني بكفاءة هذا المحتوى وجودته. وبالتالي أنا بفضل طول الوقت بتشكك في النوع ده من أحكام القيمة. وأنا يمكن حتى الأستاذ عيشة باعتبرنا أصدقاء وعندنا فرص أحيانا للقاء، لما بنلتقي أو بنتكلم حتى بنجمع لبعض مجموعة من التعليقات مثلا اللي على بعض المواقع أو الجروبات المهتمة بالكتب، واللي هي الحقيقة تعبيرات يعني ساخرة جدا وتضحك. يعني واحد مثلا يدخل يطلب كتاب، أنا عايز كتاب عن يتناول الحرب العالمية الأولى وما يكونش طويل، وكأنه شخص بيطلب مواصفات مثلا عريس، إنه يعني طوله 170 سنتي، سمين، ما عندوش كرش، ما يلبس نظارة، شعره ناعم، أو زي اللي بيطلعوا في الأفلام المصرية تقول إن احنا عايزين ديك يتيم ليكون ليه عرف أحمر علشان نعمله يعني حجاب أو نعمل منه حاجة. الحقيقة المسائل ديت احنا يعني مش عايزين نقولها فنبان ان احنا عواجيز، لا، احنا بنحاول طول الوقت نجتهد ونقتحم هذا العالم ونفهمه، لانه الحقيقة ده جزء من يعني ظاهرة أقرب إلى تلفزيون الواقع. يعني مثلا أما أنا بشوف شادي أو بشوف ندى أو بشوف عمرو المعداوي مثلا، ودول مثلا معروفين في مصر، بحس ان ده جزء من تلفزيون الواقع. بس يعني هو مدى قدرته على اقناعي بانه ما يقدم صحيح. وبالتالي هنا احنا بنلاحظ انه دايما العرض سطحي وسريع ومعلب، طبعا مش على الاصدقاء الموجودين عشان ما تبقاش احكام عامة، لكن انا بقول انه دي الانطباع العام. وانا كنت بس عايز افكر ندى بسؤال، يعني خلينا في الخلفيه قبل ما اقفل انهي كلامي، انه هي بتقول انه في محتوى بيتقدم كده وان ده خيارها، لكن هي لو عملت محتوى تاني وحطت وسائط تانية ممكن تحقق مكاسب اكبر او متابعات اكبر. مثلا انا بشوف في بلد زي ايطاليا مكتبة فرتينيلي مثلا، علشان تقدر تعيش في محطات القطارات وكده،
حطت مع المكتبات التقليدية طاولات طعام و وفناجين قهوة، ويمكن ده موجود في أمستردام بدرجة أو بأخرى. فاليوتيوبر ممكن يحط إيه مع الكتب فيحقق فلوس؟ ده سؤال يعني مهم. هل ممكن بس أستاذ سيد أقول شيء تسمح لي؟ فضل. أعتقد أن ندى كانت تتكلم عن مش وسائط حسب ما فهمت، ندى كانت تتكلم عن معاييرها الشخصية للكتب التي تعرضها، بمعنى أن كان ممكن تكون قناة دودة كتب اللي هي يعني صاحبتها ذات مردود أكثر، فيما لو قبلت وسائل أخرى اللي هي أن تروج لناشرين، أن تروج لمكتبات، وبالتالي مثل ما نقول تقبض، وبالتالي يكون المردود المادي أكثر. هذا اللي فهمته من ندى، مش المقصود حسب بعد ما أنا فهمت أن تدخل وسائط أخرى تعمل على إيجاد شكل أكثر يعني مبهج أكثر أو يستقطب أكثر. شكرا للإيضاح. أنا بس طبعا أنا يعني فهمت الفرق، يعني أنا عارف اللي بتقدمه ندى، وفاهم انه ده اختيار وانه ده انحياز وانه ده يعني بيعكس درجة وعي بالروايات وبالمزاج الشخصي طبعا. لا بس انا هي قالت في ملاحظة تانية متعلقة بانها لو عرضت عن اشياء اخرى ممكن تحقق، ده مجرد سؤال يعني، احنا بنحاول كلنا نفكر سوا، لكن دي مش قناعات يعني، دي مجموعة الان أسئلة. انا انقل شكرا استاذ سيد، شكرا جدا معانا صح لبقية الجلسة صح؟ موجود، طيب. موجود انا الان انقل ملاحظات الاستاذ سيد لثلاثة او اربعة من الشباب اللي معانا. ابدأ بالاستاذ خالد. خالد معانا لازال؟ نعم. خالد، الى اي درجة مثل ما قال الأستاذ سيد تتحقق مسألة أن البوكتيوبرز مستقلين وما عندهم تعارض مصالح؟ هل أنتوا من الناس اللي في عملكم الخاص لكم علاقة بمكتبات أو بدور نشر؟ سؤال جيد جدا أستاذ عاشة. من ناحية شغل قناة خير جليس على اليوتيوب، يعني إلى الآن الكتب جميعها اللي لخصناها كانت باختيار فريق العمل، وهي يعني بس ذائقتهم الأدبية خلنا نقول، أو من أكثر الكتب مبيعا أو نوعا ما أكثر الكتب التي ستنال اهتمام المتلقي. ولكن كان هناك كذلك تعاونات مع دور نشر، يمكن الجزئية فيها لم تكن التعاون من ناحية فقط تلخيص أو مراجعة الكتب، ولكن كانت من ناحية الإنتاج الفني أو الرسوم أو الملخصات المرسومة لهذه الكتب، واستخدموها يعني لأغراضهم الخاصة أو للدعاية والإعلان. التعاون فيه كان جزء مادي أستاذ خالد؟ نعم. يعني أنتوا أخذتوا مقابل هذا العرض؟ نعم، ولكن المحتوى الذي تم إنتاجه لدور النشر هذه لم يكن محتوى القناة، أو لم يتم عرضه في محتوى القناة. كيف يعني؟ يعني الكتب اللي لخصنا لهم إياها أو اللي أنتجنا لهم إياها بهيئة رسوم متحركة استخدموها لأغراضهم الخاصة في الدعاية والإعلان أو في الترويج للكتب اللي يبيعونها عن طريق قنواتهم الخاصة، وليس على قناة خير جليس. يعني أنتوا كأنكم حولتوا الفكرة إلى مؤسسة بالضبط. مؤسسة إنتاج يعني بالضبط، وهذه يعني جزء من الأمور اللي فتحت لنا إياها القناة. القناة كانت في البداية يعني مبادرة، ولا زالت مبادرة لتلخيص الكتب ومراجعتها ووضعها على قناة اليوتيوب، ولكن اللي فتح لنا إنه هو موضوع الإنتاج الفني بحكم يعني الحلول التقنية اللي اشتغلنا عليها وطورناها في القناة. شكرا يا أستاذ خالد. غيث حسن. غيث شاب إماراتي من الناس المغرمين بالقراءة، وأعتقد هو عضو في أو صاحب صالون أدبي اللي هو أعتقد الأدب الروسي صح ولا لا يا أستاذ غيث؟ صحيح يا أستاذ عاشة. ولا زال الصالون قائم يا غيث؟ الصالون لا زال قائم نعم، بس نعم. يعني أقدر أقول يعني ما أبغى أستخدم مصطلح يلفظ أنفاسه الأخيرة،
بس لا لا, يعني... لا الله يخليك ما فينا على الفاس الأخيرة كفاية علينا كورونا. إيه نعم بس يعني مش بالأداء كما كان يعني مثل ما انطلق في البداية. ما علي يعني الأشياء مثل ما يقولون مد وجزر يعني. صحيح هذا بالضبط. طيب أنتوا يا أستاذ غيث في صالون يعني اخترتوا تقريبا اختيار صعب اللي هو الأدب الروسي. هو صعب كمحتوى وصعب حتى كماد يعني ما يناقشه الأدب الروسي من إنسانيات يكاد يكون أدبا صعبا وبين قوسين ثقيلا بعض الشيء. ومع ذلك أنتوا كشباب اخترتوا يعني بمطلق إرادتكم هذا التوجه وتوجه أنا من أنصار لأني أنا من أنصار الأدب الروسي. لكن أنا لاحظت أنكم أنتوا مثلا ما جربتوا تكون عندكم قناة لعرض على الأقل لزيادة جماهيرية الأدب الروسي بين الشباب الخليجي أو العربي. فليش ما اتجهتوا لتكوين هذه القناة لقناة عرض الكتب؟ نعم والله هي كانت في يعني مؤخرا طبعا تدرين سادة عايشة الصالون تقريبا بدأ في 2014 يعني في بداية يعني في زمن في 6 سنين تقريبا بالضبط يعني تقدرين تقولين فترة مبكرة من الانفجار اللي حين حاصل خلينا نقول الانفجار الثقافي من تجاه الشباب يعني احنا اول شيء حبينا يكون الموضوع يعني على منصة الجودريد وهي المنصة اللي كانت لتقييم الكتب وكانت المنصة هذه أصلا ضعيفة أو نوعا ما فيها إقبال ضعيف من القراء العرب يعني كانت أو كان تواجد القراء العرب بسيطة لحد ما فبدينا احنا في الجودريد لكن عملية الانتقال إلى اليوتيوب ما كانت مطروحة على الإطلاق في أذهاننا صراحة بل بالعكس كانت الأفكار اللي مطروحة أوكي ليش ما نفتح مثلا صالون آخر وفعلا سوينا هذا الشيء عملنا نادي أصدقاء نوبل وفعلا ياسين حقق نجاح في هذا المحور محور الصالونات الأدبية بعد ما عملت صالون غير عن صالون الأدب الروسي هنا اللي هو صالون شو سميناه صالون أصدقاء نوبل يعني نقرأ كتب فاز أصحابها بجائزة نوبل للأدب يعني حاولنا نخرج من دائرة الأدب الروسي للتنويع آخر يعني هو عملية تنويع لا أكثر ولا أقل لكن لم تفكروا في إيجاد قناة على اليوتيوب بصراحة ما كان هذا الأمر مطروح نهائيا كان مطروح أو حاولنا نعمل ساوند أو يعني اوفر فويس يعني نسجل مقاطع نسجل اقتباسات من كتب من هذا الامر عملناه صراحه على ساوند كلاود وما استمر كثير بسبب يعني شفنا ان الموضوع ما كان ناجح كفايه يعني مثل ما تعودنا على النجاح اللي حصلنا مثلا في الانديه القرائيه المختلفه من ناحيه غيث ما حاولتوا انكم انتم تتعاونون مع احد الشباب العرب اللي عندهم تجربة وخبرة وأيضاً بين قوسين شهرة في مجال البوك كبوك تيوبرز يعني؟ في الحقيقة لا أنا يعني للأسف يعني الصالونات هذه اللي أدرناها في البداية هي مجهود 3 أو 2 شخصين فقط يعني كان مجهود بالنسبة لنا يعني وتدرين التقنية يعني الثقافة المرئية تحتاج إلى متخصصين نوعاً ما شخصي يعني يمتلك عناصر الانتاج جرافيكس الامور هذه كلها فكانت غير متوفره وانا لاحظت ان وجود البوك تيوبرز يعني متاخر يعني مثل ما قالوا الاخوه يعني او الشباب ان في بدايه يعني 2017 بهالحدود يعني 16 فكانت بالنسبه لنا احنا في ذروه عطائنا الانديه فلذلك ما التفتنا نهائيا الى موضوع البوكس يوبرز لكن الحين بما ان احنا نعاني ليش لا ممكن نتعاون يعني ومعك مجموعه ما شاء الله من الشباب اللي عندهم تجارب ناجحه وممكن اكيد لن يبخلوا سواء بالنصح او التعاون ارجع لندى شبراوي ندى سمعتي ملاحظات الاستاذ سيد
ويدك عند تبغين تردين على ملاحظاته؟ هي الحقيقه الملاحظات بتاعت استاذ سيد يمكن انا وشادي بحكم ان احنا بنحضر ندوات كتير في القاهره او بيتم دعوتنا لندوات كتير سمعناها كذا مره ودايما الرد عليها بيكون هو بس انا هقوله المره دي برضو لان انا يعني ما فيش غير ان انا اقوله. اول حاجه هو ما فيش اي حد خالص من وقت ما البوك تيوب بدا يظهر في الوطن العربي لان هو موجود بره مصر من فتره بره الوطن العربي من فتره طويله يمكن من 2005 و2004 بس من وقت ما بدا يظهر في الوطن العربي والناس بتقارن البوك تيوبرز بالصحفيين او بالنقاد وده شيء ما كانش مطروح خالص في ذهن اي حد من اللي بدا القنوات على الاقل انا بتكلم عن نفسي ده ما كانش هدفي خالص ولا هدفي ان انا اوجه كلام لناس مثقفين ومخضرمين ومش محتاجيني في حاجه انا كل اللي انا بعمله انا جايه من مدينه صغيره ما كانش عندي اصدقاء بيحبوا القرايه بكتب ريفيوز فروم تايم تو تايم على جود ريدز شويه وعلى الفيسبوك شويه وبعد كده قلت طب ليه لا هعمل الفيديوز دي شويه ناس مهتمين بالكتب ممكن نتعرف نبقى اصدقاء نتكلم حاجه انا بحب اتكلم فيها وعاده ما بلاقيش حد اتكلم معاه فيها هي دي الفكره. الموضوع كبر الموضوع وصلنا لحته ثانيه الموضوع اخذ حجم اكبر او جذب ناس اكتر ده انا بعتبره نجاح للفكره ولكن هو مش اساس الفكره. اساس الفكره هي كانت ان انا اناقش حاجه انا بحبها انا شخص درس قانون بحب القرايه من وانا صغيره واخواتي ما لهمش خالص في القرايه ما حدش فيهم كان مهتم قوي بده ولا اصدقائي اصدقاء المدرسه واصدقاء الجامعه كانوا مهتمين بده الا يعني حاجات قليله. كمان انا بدات القناه بعد التخرج من الجامعه وده كان وقت ما عنديش خالص ناس حواليا بقى ممكن يعني شويه التفتح الصغير اللي كان موجود وقت الجامعه وهو كان تفتح قليل قوي لانه كانت اوقات صعبه وقانون طوارئ وحاجات بس حتى ده انتهى بعد التخرج في الدراسات العليا طبعا الموضوع كان اصعب كتير ولذلك القناه كانت هي بالنسبه لي المنفذ ان انا اقدر اعمل فيه حاجه انا بحبها. رقم واحد. رقم اثنين الشريحه اللي الاستاذ سيد او يعني غيره طبعا من النقاد والصحفيين المحترمين جدا وعلى دماغي بيكلموهم مش هم خالص الناس اللي قاعدين على اليوتيوب وبيتفرجوا عليا ومش هم ال 90,000 اللي عندي ولا ال 80,000 اللي عند شادي ولا اي عدد اللي بيتفرج على عمرو المعداوي او غيره من البوكتيوبرز المصريين او العرب لانه دي ثقافه مختلفه ببساطه شديده وهو احنا مش بنحاول ان احنا نسكويز معلومات كتير في وقت قليل علشان هو اليوتيوب مش هيخلينا نتكلم اكتر ما انا ممكن اطلع اتكلم ساعه سو ده مش هدفي خالص ولا هي دي ثقافه العصر ده. ثقافه العصر ده باختصار ان انا عايز اديك المعلومه وحضرتك روح اعمل اللي انت عايز تعمله بيها بقى معلش انا في جيراني هنا بيعملوا حاجه بالشنيور فبعتذر عن الدوشه وبالتالي فانا مش عايزه اعمل تفسير ولا تاويل ولا تحليل للنص ده شيء انا مش عايزه اعمله مش انا مش قادره اعمله طبعا في ناس متخصصين في ده يقدروا يعملوه ناس في الجرايد وناس تعمل ده في الجامعات وناس تعمل ده في كتب اكاديميه للمتخصصين اللي عايزين يدوروا على ده لكن انا بكلم حد ما بيقراش كتير او مش عارف يقرا ايه في حاجه معينه انا برشح له كتب وبديله الكلام اللي انا ممكن لو انا واقفه في المكتبه ببيع الكتاب اقوله للمشتري علشان يشتري الكتاب ده ببساطه واضحه الفكره بس طيب تاني حاجه الفكره بتاعه النيشز الثانيه لما استاذ سيد كان بيتكلم على المكتبه بتاعه فيرتينيلي في ميلانو او في ايطاليا انا رحت المكتبه غديت فيها فعلا السنه اللي فاتت كنت مستغربة من فكرة انه مكتبة وفيها اكل وشرب وحلويات بس هو دي مش حاجة جديدة برضو يعني احنا عندنا هنا المكتبات في مصر بيبيعوا ستيشنري ونوت بوكس واكسيشوريز وبتالي عندكم في الامارات لما رحت كينوكونيا كان في لعب موجود الفكرة موجودة في 2002 حتى في بوردرز يعني بالضبط فهي دي حاجة موجودة في العالم كله بس هو مش ده اللي كان قصدي عليه انا قصدي لما درسنا في اليوتيوب يعني على ايد شوية كونتنت كريترز محترفين قالوا ان هو في حلين لو القناه مش شغاله في حل ان انا ايذر اغير النيش بتاع القناه لنيش ثاني يقدر يسندها او ان انا ابتدي اغير الموديل بتاع القناه نفسه فانا مش عايزه اغير ولا ده ولا ده يعني انا النيش بتاعي اقدر ان انا اعمل فيديوز ايديوكيشنال مثلا ده شيء مطلوب جدا 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 الناس بتحب قوي تتفرج على حد يقول لهم اعملوا كذا او ان انا اعمل فيديوز لايف ستايل ببساطه شديده ان انا بحكي للناس انا بعمل ايه كل يوم في يومي فلوجينج برده ده شيء الناس بتحبه جدا وانا ده مش يعني مش ده الادد فاليو اللي انا عايز اعمله مع احترامي ليه مع ان انا بحب اتفرج عليه
بس انا مش شايفه نفسي شاطره قوي ان انا اقدر اعمل ده، خصوصا ان هو بيحتاج امكانيات ثانيه هي مش موجوده عندي. اوبشن الثاني ان انا اغير الموديل ان هو يبقى القناه عندي سبونسرد من جهه معينه، جهه انتاجيه تعمل الفيديوهات وتديني مرتبي، وده انا مش عايز اعمله. او انه اعمل اكاونت والناس تدخل تديني فيه فلوس عشان اقدر اكمل صناعه المحتوى، وده لحد دلوقتي انا ما عملتوش وفكرت فيه كتير، بس برضو مش شايفه انه عندي سبب قوي يخليني انا اخد فلوس من الناشرين علشان خاطر اعمل دعايه لكتبهم، وده شيء والله انا شايفاه مشروع عادي خالص، بس برضو مش عايزه اعمله. يعني انا من الاول ما قررتش ان القناه تكون مصدر دخل، وبالتالي انا مش متضايقه خالص ان انا ما باخدش منها فلوس. طيب علما بان القناه فتحت لي سكه ثانيه. لحظه نادى شويه الحرص على الاستقلالية، ان انت لا عايزة حد يكون سبونسر للقناة، ولا عايزة تغيريها، ولا عايزة تاخذين فلوس من ناشر ولا اي شيء. الحرص على الاستقلالية جاي من وين؟ يعني ان بقية الخيارات خطأ ولا ايش؟ لا انا مش مناسبة ليا. انا بشتغل، انا عندي ثلاث وظائف، انا عندي ثلاث وظائف ودي اشياء انا بعملها كلها يمكن وصلت لها بسبب القناه. يعني انا اشتغل في مكتبه، وان انا اشتغل بعد كده في طول نشر، وان انا اشتغل بعد كده في حاجات مختلفه ليها علاقه بالببلشنج والبوكستور سيكتورز، كله جاء بسبب القناه. فانا ده انا بعتبره خلاص ده شغلي، وده انا بقبض منه فلوس، وده مش متعارض خالص مع القناه. فليه بقى اخلي القناه دي مملوكه لحد تاني غيري؟ يعني انا مثلا بشتغل في دار نشر، انا بشتغل في دار نشر عربيه، يعني مصريه عربيه. واول شرط قلته او اول حاجه قلتها لما الوظيفه اتعرضت عليا ان هو ما فيش حد خالص ليه انه يتدخل انا بعرض ايه او ما بعرضش ايه على القناه، ولا هاخد اوردر ان انا اعرض كتب الدار، ولا الدار بتحب حد او ما بتحبش حد فانا اعرضه او ما اعرضوش. تمام تمام، وعشان كده بقبل الوظيفه. شكرا يا ندى، شكرا. وضحت الصورة يا ندى، ممكن يتعارض مع. طيب شكرا يا ندى، شكرا، برجع لك مرة ثانية. محمد شادي، عفوا محمد شادي، معاي محمد شادي ولا راح؟ معك يا استاذ معك. ايوه محمد شادي، بعيدا عن كل الـ 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 الكلام، لان اعتقد ردت ندى على الاستاذ سيد، والاستاذ سيد ينطلق يمكن من حرص على موضوع الأخلاقية المهنية، لأن أعتقد أن الصحافة ربما تختلف عن أنا وجهة نظري، لأن أنا تناقشت مع أستاذ سيد في هالموضوع، وأنا أعتقد أن الميثاق الصحفي أو الأخلاقية الصحفية في هالقصة شوية تختلف عن موضوع البوكتيوبر. بعيداً عن ذلك، محمد شادي، شو أكثر أو أقسى انتقاد وجه لك في القناة؟ والله هم كتير، مش واحد بس يعني. لا بس واحد يعني انتقاد حسيت إن في محله ويجب أن تأخذ به فعلا. هو الانتقاد الوحيد اللي كان بيتوجه باستمرار، إن إحنا يعني أنا أعتقد ندى أكيد بيتوجه لها، أو كان بيتوجه لها الانتقاد ده، هو ان احنا مركزين اكتر على الروايات، على الفيكشن، ومش مركزين او مش بنتكلم اكتر عن النون فيكشن. وطبعا الناس كتير قوي مقتنعه ان قراءه الروايه في حد ذاتها شيء غير مفيد وشيء غير مجدي وتضييع وقت. يعني طبعا انا مش مؤمن بده خالص، بس انا معترف ان انا فعلا النون فيكشن عندي ممكن اقل شويه من الفيكشن. وانا مؤخرا بدات ازود النون فيكشن في قراياتي، وفي نفس الوقت بزوده في الكتب اللي انا برشحها، بقى ليه نسبه اكبر يعني. بس ستيل المين بالنسبه لي هو النون هو الفيكشن يعني. ده اكتر او ده من الانتقادات القليله اللي انا مقتنع بيها بصراحه، ان انا المفروض اخدها بجديه يعني، لان بقى الاقتباسات بتبقى ليها علاقه بالحاجات مش منطقيه بالنسبه لي خالص، وبالتالي بتجاهلها يعني. طيب شو الانتقادات اللي اعتبرت ان يجب ان لا تنتبه لها؟ يعني في ناس مثلا في ناس بتتكلم عن اللهجة، يعني دي بنسيب المحتوى ونبدأ نركز في الشخص بقى. يعني في ناس كلمتني عن اللهجة المصرية اللي انا بتكلم بيها، ان انا مش المفروض اتكلم بلهجة مصرية، وان ده مش شيء حضاري او ثقافي خالص، وان انا المفروض other point ايه؟
لا أنا كمل يا شادي، كمل كمل. ان اللهجه بتاعتي مثلا هم شايفين انها مش 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 المفروض اتكلم بيها، المفروض اتكلم بالفصحى. ده مثلا ده حاجه. في طبعا الانتقادات المتكرره من كتير من الصحفيين الحقيقه، سواء في الندوات او سواء في المقالات اللي احنا بنقراها. يعني احنا انا اخر مره قريت مقال من قريب احنا بنتشتم فيه يعني حرفيا. ف شو السبب يا شادي؟ والله انا مقتنع ان كتير من الصحفيين لسه مش متقبلين فعلا اللي كنت بتقوليه يا استاذه، ان قوانين الصحافه ما بتنطبقش على البوك تيوبينج، وان ده عالم وده عالم، وده ليه جمهوره وده ليه جمهوره. وفي بعض القنوات في البوك تيوبينج وصلت انها بقت تلمع قوي، يعني خلاص بقت وصلت لعدد كبير جدا من الجمهور، وده شيء بيقلق بعض الناس على ما يبدو، او ان هو بيسحب البساط من تحتهم، او ان بعض الناس مقتنعه. يعني غيرت زملاء؟ انا ما بحبش احسب كل حاجه بانها غيره او كده، بس ممكن ليه لا. طيب ممكن، انا ما انا مقتنع بده بصراحه. ايه طيب في شيء من الانتقادات او النقاط اللي قالها استاذ سيد تبى توقف عندها او ترد عليها؟ استاذ سيد كان بيطرح يعني هو مش 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 هو كان قال ملاحظه ان هو الناقد، الشخص اللي وظيفته بالاساس ناقد وبيكتب مثلا مقالات صحفيه او مقالات نقديه عن كتب معينه، بيبقى عنده خلفيه علميه بالكلام اللي هو بيقوله. انما الشخص اللي بيطلع يعمل فيديو احنا ما نعرفش خلفيته ايه، ولا درس ايه، ولا يعرف ايه، ولا الكلام ده كله. انا بصراحه مش مقتنع ان الكلام عن الكتب بيستلزم دراسه نقديه خالص، لان زي ما قلت احنا مش بنوجه الكلام ل يعني الناس مخضرمين قوي في القرايه. يعني احنا بنقدم الناس الكتب دي او الترشيحات دي لناس عايزه بس حاجه، عايزه باب بس، او عايزه طريق معين تمشي فيه مش اكتر. واحنا ما بنفرضش، يعني انا بالنسبه لي انا ما بفرضش رايي على حد خالص، انا برشح الكتب اللي انا شايفها كويسه، وفي النهايه الشخص بيختار اللي هو عايزه. فانا مش مقتنع خالص ان الانسان محتاج دراسه نقديه او خلفية علمية باللي هو بيقوله، بالذات في موضوع الكتب، لأن هو زي ما قال برضو بعدها استدرك بعدها وقال إن الذائقة الأدبية هي أهم حاجة. فأنا بالنسبة لي المقياس الوحيد لأن أنا أرشح كتاب عندي إن الكتاب ده يكون عجبني، وأكون مقتنع إنه يستحق إن أنا أضيع من وقتي أو أخذ من وقتي يوم كامل أجهز فيه سكريبت وأقعد أصور حلقة. بس دي حاجة أنا كنت عايز بس أقولها. بس شكرا يا شادي. ارجع لرنوة اسالها سؤال، بس لما فكرتي يا رنوة انك انت تعملين قراطيس وبديتي تشتغلين، اللي جاك اكثر انتقادات مع ولا انتقادات ضد؟ طيب اقدر اخذ نص دقيقة بس اعقب فيها على ممكن على الحوار الحوار اللي دار بين ندى وبين أول شيء بين أستاذ سيد وبين ندى. اتفضلي. طيب هو هو طبعا أنا إذا سمحتوا لي أنا صاحبة بيت، بس أرحب إن سمحتوا لي في زميلة عزيزة ساعدتني جدا في بداية قراطيس، شيخة عبيرة الخليفة، شخص يعني دعمني نفسيا في بداية قراطيس. حاضرة معانا؟ حاضرة نعم. أهلا وسهلا يا أستاذة عبير. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا معاك ومرحبا ونورتينا يا أخت عبير. حياك الله، تسلمي أستاذة عائشة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تفضلي يا رنوة. شكرا. أنا يعني طيب أنا أرى أنه لابد من وجود معايير. يعني أنا ما أتكلم إنه إن اللي يتكلم في الكتب لازم يكون عنده شهادة أدب، أنا ما عندي شهادة أدبية، لكن يكون في أسس بسيطة جدا لتناول العمل. الحديث الانطباعي مش غلط، والذائقة الفردية طبعا مش غلط، لكن لا يعني إنه أنا أكتب للعامة إن أنا ما أحتاج يكون عندي شوية معايير. أوكي، هلا هو عموما اليوتيوب في كل محتوياته
ما عنده معايير في كل شيء، يعني مش بس في الأدب، مش بس في البوكتيوبينج، في أي منتج ثاني فيديو أنا ممكن أصور أي شيء خارج من معايير التصوير والموسيقى وأحطه وما حد يحاسبني، ما حد يحاكمني. غير التلفزيون، غير الصحافة، غير الراديو، المعايير فيها محكومة شوي أكثر. محكومة بحكم الزمن، بحكم الأقدمية يعني. يعني مو بأي حد يطلع يتكلم طبعاً، يعني صعبة صعبة. ففي في في مهنية شوي. اليوتيوب مهنية ما مهنية، الأمور يعني مفتوحة. وأنا اشتغلت الأمور مفتوحة، فأنا يعني أنا أول فيديو صورته كان مقطوع من هني. أختي تدرس إعلام تقول لي ما قدرت أتابع، حتى لو تقولين حاجة زين ما يصير يكون يبهتك مكسوسة. أنا ما حسيت بمشكلة. ليش؟ لأن أنا دارسة إعلام. طيب ما بدي أطول. عموماً في النقد، في حالة النقد عموماً، إحنا حتى المكتوب منه في الصحف دائماً أسمع، أنا وأنا تلميذة صغيرة أسمع أنه ثم التساؤل عن حالة النقد وحالة إرشاد القارئ العربي. هذه موجودة حتى في النقد اللي هو الثقيل اللي ينشر في الصحف. اللي صح يا أستاذ سيد ولا أنا بتكلم غلط؟ بس شيل الميوت. لا يعني كلامك صح، هو بيفضل طول الوقت السؤال دايما حوالين مصداقية الفكرة المطروحة يعني وأسسها. بس هي زي ما عيشة قالت انه لما الوسيط بيستقر بيصنع تقاليده. يعني احنا عشان نقدر نوصل انه الصحافة بقى فيها ميثاق شرف او التلفزيون بقى فيه ميثاق شرف، خدنا زمن طويل، خدنا زمن طويل. نعم. فاحنا في تسامح دايما مع الوسائط الجديدة، لانه ما فيش يعني. ده كمان انا مش عايز بس اقطع عليك الحديث، لما الكلمة هتلف عليا هحاول اشرح مسألة انه ما في فكرتين مهمتين محتاجين نفكر فيهم برضو، انه لا يوجد صراع على الجمهور في مسألة الوسائط. يعني ما فيش وسيط بيلغي وسيط، وبالتالي الانترنت مش في صراع مع الوسائط القديمة والوسائط التقليدية، ولا على الجمهور ولا على الطبيعة. بس احنا اللي احنا مطروح في فكرتك وفكرتي، وهي دي دعوة انه شادي وندى ممكن يفكروا فيها، هي مسألة انه اي زائقة هي نتاج حاجتين، نتاج معرفة بالنوع. لو انا اخترت مثلا، بالمناسبة انا مش دارس ادب، انا دارس تاريخ، ولو اخترت ان انا اتكلم في الادب فانا ببذل مجهود اكتر، مش ان انا بقرأ روايات، لانه روايات في كل الاحوال مسألة مسلية ولطيفة وحلوة يعني ما فيهاش اي مشكلة. انا محتاج اعرف حاجات تانية عشان يبقى احكامي بالضبط بتحقق اللي انت قلتيه انه في معيار. المعيار ده من المنطقي. طيب استاذ سيد بس عشان اتكلم الرنوة ممكن تكمل لها الملاحظة؟ انا اللي قريت شكله معلش. فهذه لا معلش لا بس فكرة استاذ سيد ما كملها، قال ان اي ذائقة هي نتاج معرفة فقط. معرفة وأعتقد وعي، معرفة ووعي أعتقد. طيب أنه أي فكرة نتاج معرفة بتاريخ النوع، لو أنا عايز أتكلم في الشعر، إحنا مثلاً الشعر علشان أوكي. نتكلم فيه في ناس الشعر فيه أنواع، فعلشان الشخص ويعني يبقى منحاز لقصيدة النثر هو محتاج أنه يكون قطع مسافة بمعرفة تاريخ النوع الأدبي وعلاماته، علشان لما يقدر يقول وصفة أو صحيح. نصيحة يبقى عارف. هو ده اللي انا بقول عليه، انا مش بطلب منه صحيح. انه صحيح. يبقى مكان جابر عصفور ولا صلاح فضل ولا صحيح. حد تاني، لا انا عايز منه شيء تاني. طيب تفضلي كملي فكرتك يا ران. شكرا يا استاذ سيد. انا هذه المداخله، السؤال كان لان ذاكره السمكه تسلم عليك. طيب اوكي كملي. السؤال كان اللي سالتيني اياه شنو هو؟ هي عايزة تعرف أنت كنت سألها عن إيه؟ أنا سألتها عن الانتقادات التي وجهت إليك. لا ما يعني لا أنا كنت محظوظة الحقيقة، إنه يعني أول مثلاً فيديو تواصل معي محمد حسن علوان، وكان جداً سعيد يعني. والأستاذة مثلاً سوسن الشاعر من البحرين، يعني هي صحفية مشهورة. بوكر بعد. وتواصلوا حتى معي نعم من جهة البوكر، يعني في 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 بالعكس أنا رغم إن العدد قليل بس أنا تفاجأت
لا والله ما قلت كذي لان مفروض اقول يعني طيب خليني اسال سؤال ثاني يا رنو، خليني اسال سؤال ثاني، انت ليش فكرتي تعملين القناه من الاساس؟ انا احب اتكلم عن الكتب، يعني لما قالت ندى عن الشيء انا صدق وايد احب اتكلم عن الكتب، وكنت اكتب يعني كان لي مقال دوري يعني كنت اكتبه، بس توقفت عنه يعني طوعا. انا يعني كنت اكتب مقال دوري في لمراجعه كتاب في ضفه ثالثه قبل ضفه ثالثه، فطبعا بعد الاجواء اللي صارت من 3 سنين توقفت انا عن نشر المقال يعني. فكان لي مده انا احب اسوي هالشيء، وطبعا سويت هالشيء في صحيفه الوطن بعد، بس كان شيء مزاجي يعني انا اشتغل لمزاجي الخاص. حسيت ان انا طريقتي وانا اتكلم عن الكتب فاعله، وأحس إن الناس يتفاعلون معاها ويتقبلون طريقتي لما أتكلم. ما أعرف حسيت إن في شيء جميل لما تكتبين على الكتب، لأن يكون قدرة إن أنت تكتبي بلغة ملآنة. ها الكتابة لليوتيوب أو صياغة النص للمرئي أخف بكثير من المقال المكتوب. المقال المكتوب ثقيل يعني، عرفتي شلون؟ لكن الكتابة للمرئي وخصوصا اليوتيوب لازم تكون جدا لايت، مش معناها ان هي حكي فارغ لا، لكن الاسلوب لازم يكون لايت. فهذه هو اللي حسيت فيه. وبصراحة بعد في شخص ورقي بعد مثل مرة رنوة، خليني بس اتداخل معاك شوية. انا اعتقد ان موضوع الخفة والثقل، وأنا أنحاز للمقال مش لأن المقال ثقيل، أنا أعتقد لأن المادة المصورة في اليوتيوب فيها أكثر من عامل يساعدها أن تكون خفيفة، يعني فيها جسد مرئي أمام المشاهد اللي هو الشخص اللي يقدم. وعادة من خلال الناس اللي أتابعهم وهم كثر على كبوكتيوبرز، أرى أنهم شخصيات تتسم فعلاً بالقبول، يعني عندهم قبول على الشاشة. ما بكلهم أنا أتكلم عن اللي أنا أتابعهم، أنا ما اخترت إلا ناس فعلاً يعني أكيد جذبوني عشان. فبالإضافة أن في صورة، والصورة جاذبة أصلاً، يعني أنت تقدمين صورة وتقدمين جسد عند لغة معينة يجذبك، الوجه، الثياب، الديكور اللي موجود، هذا يفتقد المقال كلمات مرصوصة جامدة، بالتأكيد سوف يكون أكثر ثقلا يعني. لكن ليس لأن المحتوى ثقيل، لكن لأن اليوتيوب يقدم بشكل أكثر خفة حسب اعتقادي. الآن أنا أشكر جميع الذين تحدثوا، بس لحظة لو سمحتي يا ليلى، لحظة شوية أنا بشكر كل اللي تحدثوا، لكن بعطي فرصة لبعض الأخوان الحاضرين معايا إنهم يوجهون سؤال للموجودين، وببدأ بالأستاذ علي عبيد إذا ممكن. الآن تفضل إلي، إيش تبغين تقولين؟ الأستاذة شو المسكري من عمان موجودة داخلي. أهلا وسهلا يا أستاذ شو، وينها معانا على الشاشة؟ أهلا كيف الحال؟ اهلا وسهلا. يبدو ان فارق التوقيت كان في لخبطه عندها شوق ولا لا؟ الموضوع اليوم كان عندي اكبر برزنتيشن في حياتي العمليه كلها، فشكله سقط سهوا يعني، كل عبالي انه كان الساعه 9 صارت لخبطه يعني، بس انا موجوده الحين معاكم. عموما برجع لك مره ثانيه يا استاذه شوق، لان احنا قطعنا تقريبا ساعه في الجلسه، لكن للتعريف بقناتك انا بعطيك فرصه، بس لاني بديت هذا المحور ابغى اكمله. انا بعطي فرصه للاستاذ علي عبيد اذا عنده سؤال يبغى يوجهه حق اي واحد من الشباب او الاستاذ سيد. معاك الميكروفون يا استاذ علي.
اولا مساكم الله بالخير، وانا الحقيقه يعني مستمتع امانه بهذا الحوار وهذا التدفق يعني الموجود عند هذه الفئه من الشباب المتميزه. فخور طبعا وكلنا فخورين طبعا بوجودهم وبال يعني الاضافه اللي يقدمونها للقارئ العربي او للشباب العربي بشكل عام وللشباب العربي بشكل خاص وللقارئ العربي بشكل عام. بس عندي ملاحظة أن أغلب القراءات يعني اللي نشوفها عند البوكتيوبرز هي كلها تقريباً أو 99% منها في مجال الرواية. القارئ العربي الحقيقة يعني في عندنا قراء يعني متنوعين، بعضهم يحب في مجال التاريخ، في مجال السير الذاتية، في مجالات مختلفة. فأتمنى أن يكون في تنوع يعني في مجال الكتب اللي تعرض. ما أتوقع منهم أنهم يقدمون نقد أدبي طبعاً، مش مطلوب منهم أنهم يقدمون. أنا أتفق أنه مش مطلوب من البوكتيوبر أن يقدم نقد، لأنه هو يعرض يعني هو عارض وليس ناقد. لكن أتمنى الحقيقة أن يكون في شوية يعني جزء من الاهتمام متوجه إلى نوعيات معينة من القراء يمكن ما عندهم اهتمام بالرواية. أنا عاشق للرواية، و99% من قراءاتي حتى لا يعني يساء فهمي 99% أقدر أقول من قراءاتي في مجال الرواية من مرحلة الصغر يعني. لكن يعني أنا هذه الملاحظات اللي أسمعها الحقيقة من بعض الأخوة المثقفين أن التركيز كله يكون على الرواية، والرواية شيء جميل فيها تاريخ وفيها سيارة ذاتية وفيها علوم وفيها معارف، لكن البعض يعني يحب أو نحن نحب أن نحن نكسب يعني بعض الفئات اللي يمكن ما عندها اهتمام بقراءة الرواية. فأتمنى الحقيقة على الأخوة البوكتيوبرز أن يكون في اهتمام بهذه الناحية، ولو يعني بنسبة لحتكم بنسبة قليلة أقل طبعا من مجال الرواية. هذه الحقيقة فقط الملاحظة اللي عندي. شكرا شكرا يا أبو عبيد، شكرا جزيلا على السؤال. أنا أعتقد أن تفضل شادي وجاوب على السؤال بأن هذا كان من ضمن الملاحظات التي طرحت عليه. وأنا أعتقد يا أبو عبيد أنا ما بجاوب بنيابة عن الشباب، لكن أنا أعتقد أن يعني الميدان اللي يتحرك فيه شباب البوكتيوبرز أصبح يتسع يوما بعد يوم، وأعتقد أن صار في ناس متخصصين فعلا في عرض كتب أخرى غير الروايات. يعني في ناس يتكلمون عن الكتب الأجنبية، وفي ناس يتكلمون عن الكتب العلمية، وفي ناس، لكن أعتقد ما وصلنا إلى التخصص الأكثر دقة. يعني إن في حد تاريخ وفي حد سير ذاتية وفي حد، بس أنا أعتقد إن أبو عبيد يقصد التنويع، إني أنا مثل ما أحط 80% روايات ممكن 20% تكون بين السيرة والتاريخ، لكن ماذا عن الذائقة؟ إذا كانت ندى لا تحب التاريخ مثلاً أو لا تحب السيرة، فهني المسألة تلعب دور. ندى ممكن تجاوبي لنا على السؤال يا ندى؟ أنت رحيم؟ مساء الخير تاني. أنا الحقيقة أنا بعمل عندي في القناة مراجعات لسير ذاتية كتير، يعني دي من أكتر الحاجات اللي أنا بحبها وبحب أتكلم عنها. فعندي على القناة في مراجعات لسير ذاتية، ومؤخراً بقى في حاجات كتير شبه. وأعتقد عملت كتب رسائل كذا مرة بعد. عرضت كتب رسائل وعرضت كتب سير ذاتية، يعني سواء أوتوبايغرافي أصحابها هم اللي كاتبينها عن أنفسهم، أو كتب مكتوبة عن شخصيات مهمة. تحديداً السنة دي أكتر من نص قراءاتي كانت نون فيكشن، وده أكبر عدد أنا وصلت له. يعني النهاردة أنا قريت الكتاب رقم 70 للسنة دي، وحوالي 45 أو 40 كتاب من 70 دول كانوا نون فيكشن ما بين السير الذاتية أو الحاجات اللي ليها علاقة بالتكنولوجي والهاي تك. يمكن من أكتر الحلقات حتى اللي عندي مؤخراً جايبة مشاهدات هي حلقة عن كتب كلها نون فيكشن. بس هي الفكرة إنه زي ما الأستاذة عائشة قالت، إنه التخصص الدقيق جداً ده بيستدعي ان انا اكون انا شخصيا متخصصه بدقه في حاجه معينه، في حين ان انا مش بعمل كده. انا بعرض قراءاتي اللي ممكن اغلبها، يعني انا حتى ما بقتش اقدر اقول ان قراءاتي اغلبها روايات، ولكن المتابعين مهتمين بالروايات، ولذلك هو ده الغالب على القناه. فانا اقدر اقول ان انا عندي 70% روايات، 30% نون فيكشن ما بين حاجات مختلفه. فبتهيألي ان انا يعني مغطيه اللي انا اقدر اغطيه.
في مجالات تانية أوسع أكيد، بس برضو في قنوات تانية متخصصة فيها، الناس اللي بتدور على حاجات ليها علاقة بالسلف هيلب والسلف إمبروفمنت في قنوات كتير متخصصة ده بالعربي وبالإنجليش. الناس اللي بتدور على كتب ليها علاقة بالبزنس والإنتربرنورشيب في قنوات كتير متخصصة ده عربي وإنجليش. ولذلك أنا شايفة أن أنا يعني في الوقت الحالي بالكم المحتوى اللي بيصدر في القناة أنا مش حابة أن أنا أغير فيه حاجة، يعني أنا شايفة أن هي كده الحزبة أو البالانس مظبوط. ندى تسمحيني بس السؤال، الاهتمام أو التركيز الجديد اللي صار عندك هذا نتيجة طلب تقد يعني من متابعينك ومن القراء، ولا إحساسك أنت الشخصي بأن هذا أصبح أكثر طلباً مثلاً؟ هي الفكرة أن أنا بالنسبة لي يعني برضو ده لي علاقة بالموديل بتاع القناة عندي من الأول. أنا من الأول خالص ما بقدمش ما يطلبه المستمعون، أنا بقدم اللي أنا بقراه أو اللي أنا مهتمة بيه في اللحظة الحالية. فمثلاً إذا الأغلب حاجات مترجمة ده لأني أكتر بقرأ حاجات مترجمة، ولكن السنة دي تحديداً الفترة الأخيرة تحديداً لأن أنا بدرس حاجات كتير وبقرأ كتب كتير بعتبرها مذاكرة بالإضافة لحاجات تانية بذاكرها يعني، ففي كتب كتير قريتها كانت ملهاش علاقة بالروايات، بالإضافة كمان أن أنا بشتغل في مجال الكتب ففي حاجات كتير كنت بقراها الأغراض، يعني كتاب هيساعدني أن أنا أعمل حاجة في كتاب تاني، أو يعني كتب بتتقرأ لأسباب مهنية مثلا، ولكن فتحت لي سكة تانية فبقيت مهتمة أكتر بحاجات مختلفة. وأعتقد أن هي دي الرحلة بتاعت القراءة عموما، أن الواحد طول ما هو بيقرأ في مواضيع بتطرح قدامه بيعوز يعرف عنها. شكرا يا ندى، شكرا جزيلا. استاذ خالد، تخصصكم انتم وقناتكم خير جليس في الكتب اللي هي التنمية الذاتية، هذا جاء نتيجة دراسة معينة احساسكم ان هذا هو ما يحتاجه السوق او ما يحتاجه القراء، ام ان في سبب اخر لهذا الاختيار؟ هي ليست فقط كتب التنمية الذاتية يعني أستاذ عاشر، أكثر بس هي الغالبة حسب ما تابعت الغالبة. نعم غالبا كتب التنمية الذاتية، مع أن أنا شخصيا مش من محبي يعني مش من أكبر محبي كتب التنمية الذاتية، وذلك لكثرتها يعني ودائما يعني منتشرة في المكتبات، وهذا كان يمكن من أحد الانتقادات اللي حصلناها في القناة. وأثنك يعني أتوقع أن يرجع سبب هذا الشيء أن معظم الأفكار الموجودة في كتب التنمية الذاتية متشابهة، ويتم يعني فقط تحويرها وتلخيصها أو صياغتها بصور مختلفة في كتب مختلفة ووضع غلاف أو اسم جذاب آخر ونشرها. فنحن في القناة ما حبينا نكون كذلك مثل ما قالت ندى أن ما يطلبه المستمعون، ولكن حبينا نركز على أكثر الكتب مبيعاً، وأكثر الكتب مبيعاً هي التنمية الذاتية، هي ربما كتب الاقتصاد، بعض العلوم، بعض الأخبار، بعض القصص اللي قصص نجاح رجال الأعمال أو المخترعين أو غيرهم من العلماء. فهذا كان السبب يعني للتركيز. اسمح لي بس خالد، اسمح لي أقاطعك شوية، نحن تقول نحن نركز على الكتب الأكثر مبيعا، أيوة بس أنت مش شخص تبيع كتب عشان تركز على الكتب الأكثر مبيعا، فشو قصك أنت في هذا المعيار يعني؟ صحيح. وعادة هذا الأكثر مبيعا أنا بالنسبة لي هي أكبر كذبة تم اختراعها في السوق، يعني في سوق الكتب. فما علاقة عارض الكتب في القناة بهذا المعيار يعني؟ نقطة مهمة جدا أستاذ عاشة. نحن لما نظرنا للمحتوى العربي الموجود على اليوتيوب أو على المنصات الرقمية حاليا، وجدنا أن في هناك فراغ بين المحتوى الذي ينشر في القنوات الأجنبية سواء من ناحية تلخيص أو مراجعة، وذلك نتيجة يعني لكمية المحتوى اللي ينشر في الغرب مقارنة بكمية المحتوى اللي ينشر عندنا في الوطن العربي. ففكرة القناة كانت كذلك، أو هدف من أهدافها، أن نحن آخر المعلومات أو آخر ما توصلت إليه هذه الكتب أو آخر محتويات هذه الكتب سواء كانت علمية أو تنمية ذات أو اقتصاد أو غيرها، نحاول أن ننقلها إلى الوطن العربي والمتلقي العربي بأسرع وقت ممكن. وحتى بعض الكتب لم تكن مترجمة عندما قمنا بتلخيصها، يعني تم إطلاقها هناك وكانت هي يعني زخم الحديث، سواء كانت يعني عن تكنولوجيات جديدة مثل البلوكتشين أو الذكاء الاصطناعي أو غيرها،
ربما الكتب المترجمة والكتب العربية لم تتطرق لها بنفس الزخم أو بنفس السرعة اللي موجودة في الكتب الأجنبية، لذلك نحاول كذلك نقلها بصورة مبسطة إلى المتلقي العربي. خالد، شو آخر كتاب راجعتوه في قناتكم؟ آخر كتاب سبب لنا نقد كبير. نقد؟ إيه نعم، كان كتاب كان كتاب الشجاعة لأوشو. أها. ومع أني أنا كذلك مش من أكبر المعجبين ببعض أفكار الكاتب، لكن كان من الكتب التي نالت اهتمام وأحدثت نقاش كبير في القناة. وهذه نقطة مهمة كذلك أستاذ عائشة، أن بالإضافة أن القنوات أو البوكتيوبرز بدون أي مراجعة أو تأويل، إلا أن الهدف الرئيسي أنا في وجهة نظري لهذه اليوتيوب قنوات اليوتيوب ليس فقط أن يكون هناك شخص بمحتوى أو بثقافة عالية أو يعني خلفية كبيرة في الثقافة أن ينقل أو يأول هذه أو محتوى هذا الكتاب، بقدر ما أنها هي منصات للنقاش. وهذا الشيء اللي احنا وجدناه بعد ما أطلقنا قناة تقريبا بست أو سبع شهور، وجدنا أن الكتب اللي احنا نضعها سواء كانت ملخصات فقط لنقل المحتوى بشكل مباشر بدون أي تأويل أو مراجعة، أحدثت نقاش كبير بين المتلقين والمتابعين العرب. ربما هذا الشيء كان يفتقر إليه الجمهور العربي. ممكن في بعض المنصات كان مثل جودريدز وغيرها يعني أدت هذا الدور، ولكن هناك كذلك فراغ كبير لمن له في هذا المجال. طيب معانا نجوم الغانم. اهلا وسهلا استاذه نجوم، بما انك انت اليوم ضيفتنا الكريمه واختنا يعني، فاذا نال النقاش رضاكي، هل عندك اي ملاحظه او سؤال في خاطرك توجهينه لاي واحد سواء الأستاذ سيد أو الشباب الموجودين؟ أنا أضيف صوتي لصوت أخويا علي عبيد بالإشادة بالدور اللي يقدمونه الشباب وهذا الاهتمام، لأن نحن المحتوى العربي كان على الإنترنت وكان على اليوتيوب فقير جداً، وكل مبادرة أعتقد هي دعم للثقافة العربية وخطوة كبيرة باتجاه نشر هذه الثقافة. أعتقد ما يقومون به هو شيء جميل جدا. أنا لا أتصور أن يجب على كل شاب أن يركز على نوع أو لون معين من الكتب ويترك الكتب الأخرى أو كذا. أعتقد أن هذه الحرية الشخصية هي أساسية في أن كل حد إذا هو عنده اهتمام شخصي ويعتقد أنه هو يقدر أن يقدم خدمة متميزة فهذا شيء جيد، أن هذا التنوع مطلوب على قنوات اليوتيوب. ومثل ما نحن لما ندخل المكتبة العامة أو ندخل معرض للكتاب ونجد يعني كل الموضوعات، أيضا اليوم اليوتيوب هو يقدم لنا الكثير من الأشكال يعني أو الكثير من الخدمات فيما يتعلق بسواء أفلام سواء يعني مواد للتدريب، فيما يتعلق بالكتب وأشياء أخرى. أنا كان عندي سؤال للشباب، إن هل اضطررتم إلى تغيير الهدف الذي بدأتم به بعد أن أصبحتم على يعني بعد أن بدأتم بهذه الخدمة؟ هذا السؤال. السؤال الثاني لرنوة واللي هي يعني كانت قدمت نموذج متميز ولكن شعرت بالتعب، يعني ما فكرتي في انك انت على الاقل انك تطلبين
المساعدة من أشخاص يهتمون أيضاً بهذا النوع من الكتب التي تهتمين بها ليقدموا معك هذا المحتوى. شكراً أستاذة نجوم، شكراً لسؤالك واهتمامك وكل كلمات التشجيع اللي تفضلتي فيها. من آخر الأسئلة ببتدي مع رنوة وأعطيها المجال أن أجاوب على سؤال نجوم. بعد ما تعبتي ما فكرتي أنك تطلبين المساعدة من أشخاص تجدين أنهم يشاركونك هذا الهم أو الهدف أو الشغف خلي أقول؟ يعني طبعا أنا كنت في لما انتقلت لأمستردام ما كان عندي هالدائرة المحيط القوية اللي كانت موجودة عندي في البحرين صراحة، فهذا الشيء كان فيه بعد تحدي نسبي، لأن أنا خارج دائرتي وخارج المجموعة اللي ممكن أعول عليهم، يعني خصوصا إن هذا عمل مش مربح، يعني على الأقل في البداية مش مربح، فلا بد أن يكون أحدهم مؤمنا بالحكاية هذه ومتطوعا بجزء من وقته أو مجهوده أو كذا عشان يشاركني الشغف هذا، أو إن أنا تهاير بأن أنا يعني أستفيد من خدمات أحد بشكل مدفوع. هذا الشيء كان صعب علي وأنا هني، لذلك يعني ربما تكون هذه فكرة، أنا فعلا بستفيد من هالنصيحة، وأختي نجوم أو دكتورة نجوم، أنا أسفة ما أعرف دكتورة، لا دكتورة نجوم وبس، يعني أنا مرة ثانية وثالثة أنا وايد خدت دعم من إذا سمحتوا لي أخت عايشة. طبعاً أسمح لك أكيد، تفضلي. أنا بس أبي دقيقة ريفلكشن من أستاذة عبير، شيخ عبير، لأن هي كانت جداً معاي في البداية، وتعرف شنو الشيء اللي صار معاي لما انتقلت أمستردام. ممكن تبغي تتكلم؟ نعم طبعا اكيد تفضلي، يشرفنا. تفضلي يا استاذ عبير. بالله تفشلني. لا you done it all رانو، انت سويتي. انا ما كنت الا just push and boost، انا ما كنت الا دعم مثل ما طفل او مراهق وده يسوي شيء وابوه او امه يدفعونه، بس هل انا سويته؟ اوكي ثانك يو، ما سويت شيء. صديقه لصديقتها تقول شكرا. بشكل عام ما حصلت في أمستردام في هذه الدائرة من يعيرني من وقته شيئا من أجل الشغف، لكن أنا أخت نجوم أوعدك أن أنا بحاول. طيب كان في سؤال أنا بعد صابتني ذاكرات السمكة، شو كان سؤالك يا السؤال الثاني هو هل بدأوا بأهداف معينة وشعروا أن في شيء آخر يجب أن يهتموا وتغير هذا التارجت، تغير هذا الاتجاه؟ أي واضح السؤال. الشباب اللي بدأوا كلكم بديتوا بتصور معين حسب سؤال الأستاذ نجوم، هل اضطررتم بعد ما مشيتوا في تدريبتكم أنكم تغيرون الاتجاه، تغيرون الهدف، تغيرون شيء ما من الفكرة عندكم، ولا ظليتوا مثل ما أنتوا؟ أنا أتصور أن الندى ظلت ماشية بهدفها، يعني حسب ما سمعت أو استنتجت من كلامه، بس اللي فعلا غير يقولنا إذا غير تجربته أو غير هدفه أقصد. طيب أنا هتكلم الأول، هو مش تغيير قد ما هو تطوير. اوكي انه هو اول ما بدات القناه انا ما كنتش متخيله خالص انها هيكون ليها هذا القدر من التاثير على المشاهدين، يعني او ما كنتش متخيله ان انا هيبقى عندي في يوم من الايام 3000 بني ادم بيتفرج عليا، وكتير عندي 90,000، وده شيء اكبر بكتير من كل توقعاتي. فمع العدد الكبير او مع التاثير اللي انا بشوفه بقى من القناه، بقى في قدر اكبر من المسؤوليه بحس بيه، وده بيخليني ابذل مجهود اكبر وقت كتابه الحلقه او انتاج الحلقه او الموضوعات اللي انا بناقشها. بس طيب ليلى، انت تشوفين
الأخوات والأخوة كلهم على الشاشة عندك أكثر مني، أنا أستخدم موبايل. عندنا دكتورة مريم الهشمي راغب في سؤال. عندنا دكتورة مريم الهشمي موجودة معنا من بدري، تبغي تسأل؟ مش عارفة بس هي موجودة. لا أنا أقصد إذا في حد راغب الآن، كلهم يسمعوني، إذا في حد راغب أن يوجه سؤال سواء للشباب أو لأستاذنا سيد محمود حول الظاهرة حول كذا، لأن أنا باقي عندي سؤال وبختم فيه الجلسة يعني. أوكي أنا عندي السؤال. مين اللي تكلم؟ أستاذ عبير، عبير راشد. عبير تفضلي، عبير الخلي تفضلي. أمن متابعين اليوتيوبرز الأجانب والعرب، العرب مثل ما قالت الدكتورة قليلين جدا جدا ومعدودين، منهم وأشهرهم أخبر ورنوة وندى وغيرهم. بس أول ما قلت حق رنوة قلت لها سوي شيء مكان تصورين فيه. الأجانب ترى عندهم أولا حق اللي يسمونهم young adults اللي حق المراهقين، عندهم categories احنا ما عندنا، صح؟ اللي هو يعني الجمهور تقصدين؟ لا الجمهور لا أصناع يعني categories هي مستويات فئات العمرية، صحيح يعني قنوات. لا أنا فاهم الكاتيجوريز، بس قصده الكاتيجوريز حق الناس اللي نوجه لهم البوكتيوب ولا اللي يعملون البوكتيوب. مثلاً الأجانب اللي أتابعهم أو عيال أخوي يتابعونهم الأجانب مثلاً في فئة عمر 12 ل 15 وفي بعضهم من 18 ل 21، بس عند العرب أحسهم بجهدهم يسوون بصراحة. I have to salute them إنهم يسوون هالشيء. الأجانب القنوات وايد، مع أن إحنا نقرأ، ترى إحنا مو بما نقرأ، بس الفئات ما قاموا نشجع الأطفال. هل المفروض إحنا نشجعهم من أيام المدرسة نيسوون؟ لو أيامي بصراحة طلعت على اليوتيوب، ما كان أيامي في اليوتيوب. طيب يعني الآن السؤال حسب ما فهمت إنه كيف يمكن there is no categories. كيف يمكن تطوير المعايير هاي العمرية عند البوكتيوبرز العرب؟ هل هذا ممكن أصلاً؟ شادي معانا أو أستاذنا سيد محمود إذا بجاوبنا على السؤال. أستاذ عائشة أنا عندي رد، بس ممكن أخليني في الآخر عشان ما أخذ شيء. لو حد أيوة عايز أيوة تفضل أستاذ سيد. أيوة أيوة يا نيدا معاكي. في هلا كمان عندها، هل هذا ممكن يا نعم؟ هلا عندها سؤال كمان. طيب ما علي، بيجاوب أول شيء أستاذ سيد. لا أنا عشان اتكلمت ممكن هلا وبعدين أنا أتكلم، ما فيش مشكلة. لا لا حين بدأنا فيك ما علي، هلا تستنى حالة بنت يعني. السؤال على مسألة الفئات العمرية اللي ممكن تبقى بتتوجه لها قنوات اليوتيوب. اللي عنده كلب يربطه. السؤال يا أستاذة عيشة كان عن التصنيف الفئات زي ما الأستاذة عبير قالت. يعني الحقيقة أنا يعني التصنيف على المحتوى على اليوتيوب مسألة يعني صعبة شوية، لأنه إذا كنا احنا افترضنا أنه عدد كبير جدا من البوكتيوبر بيخاطبوا جمهور عريض ما بيخاطبوش جمهور متخصص، فاتساع هذا الجمهور هو الفكرة نفسها مبنية على الجاذبية والتسويق، يعني مش التسخيف هو التسويق، بيسوق محتوى وبيجذب شريحة علشان تدخل هذا السياق. فالفضاء العربي المفتوح بيكون من يعني أكثر جاذبية في تصوري، يمكن الشباب يكون عندهم رأي تاني، لكن أنا بتصور إنه يعني لو مفتوح بيكون بيقدر يجذب أكتر من التصنيف، لأن إحنا بشكل عام في فضاء الكتب يعني لو استثنينا التصنيف اللي معمول ان كتب اطفال كتب يافعين ثم كتب عامه ومفتوحه لكل الناس، يعني ما عندناش التصنيف ده. يعني اذا كنا بنتكلم على انه في ادب واعمال ادبيه متخيله وفي اعمال عامه،
التصنيف ده مش موجود. يعني احنا حتى لما حضرتك بتعملي ملاحظه على تزامن هذه الظاهره مع البيست سيلر، واحده من مشكلات الكتب الاكثر مبيعا انها ما عندناش معايير للتصنيف، وبالتالي كل كتاب عندنا هو اكثر مبيعا، فده ما بيحققش نوع من المقارنات الصحيحه. ده رايي انا، بس عندي ملاحظه عشان لو حد من اصدقائي ادي او ندى او صديقتنا رنوة في سؤال، انه في دور نشر مثلا بتاع بتفكر تعمل قنوات يوتيوب سواء عن شغلها او بتاع، الفكره دي نفسها كمان تحدي متعلق بالمنافسه، اذا كنت انت امتى تقدر تكمل؟ يعني فين فكرتك؟ هل هيبقى رهانك الوحيد ان دور النشر دي بتقدم محتوى بس وانت هتقدم محتوى متنوع؟ طب ما هي ممكن تعمل هذا التنوع. ده سؤال برضو انا احب ان الناس تفكر فيه شويه. صح تسف ما بصد. شكرا. في حد من الشباب يبغى يجاوب على السؤال؟ عندي سؤال فيهم. لا مش حضرتك يا استاذ سيد. خالد عايز يجاوب. خالد تفضل. تعقيب سريع استاذ عائشة على النقطة هذه، اتوقع حاليا يعني نحن لو ننظر للمحتوى العربي كمنافس او كمقارنة مع المحتوى الاجنبي، مش بس من ناحية الكتب، انا اتكلم عن المحتوى الرقمي بشكل عام. يعني لحظة يا استاذ خالد، لحظة شوية، لان شادي سأل انه سؤال. شادي السؤال المقصود فيه سؤال الاستاذ عبير اللي هو عن التصنيف العمري بالنسبة لصانع المحتوى، والمحتوى هذا يوجه لأي فئة عمرية، صح ولا لا؟ هذا السؤال اللي بتجاوب عليه يا خالد، صح ولا لا؟ نعم. اتفضل. نعم، فأتوقع أن السؤال كان مختص بأن ليش المحتوى الأجنبي فيه تصنيفات عمرية ويستهدف يعني فئات عمرية معينة، ولكن عندنا نحن ممكن هذا الشيء غايب. أتوقع أن هذا يعني يرجع إلى نقطة أكبر اللي هو غياب المحتوى بشكل عام، لذلك لم يتم تصنيفها الى هذه الفئات الصغيره. وحتى نحن نظرنا الى الفئات العمريه من اصغر الاعمار اللي هم يمكن من اول متابعين يوتيوب، الحين اصغر اعمارهم يمكن من سنتين يبدون، هذين اللي هم حتى بعدهم ما بدوا اول كلماتهم لا العربيه ولا الانجليزيه يتابعون المحتوى الانجليزي سواء كان مثل بيبي شارك او غيرها، فيعني من بدايه عمرهم هم مستمرين في شيء. فاتوقع ان الموضوع اصبح كانه يعني تاكيد لمفهوم ان العالم اصبح قريه صغيره، المحتوى العربي لازم يحاول يتكيف مع هذه النقطة، وإن شاء الله يعني في يوم من الأيام نحن يكون عندنا هذاك المحتوى الغزير اللي ممكن تصنيفه إلى فئات. طيب يا أستاذ خالد والبقية الشباب، السؤال موجه، إحنا عندنا في عالمنا العربي صناع محتوى اللي هم البوك تيوبرز مراهقين، يعني أقل من 15 سنة أو 15 سنة حسب متابعاتكم ومعرفتكم، المهاجرين تقريبا. انا اعرف واحد عنده 14 سنه موجود، واحد مغربي موجود. طيب عندنا في مصر في واحد او اثنين، عندي في واحد في مصر عنده 13 سنه تقريبا، مصري. استاذ سيد شو قناته اسمها؟ يدري 13 سنه يا استاذ عايش. ايوه بس شو القناه؟ ثانيه واحده، اثناء البحث بنتنصيص، علامه تنصيص. عنده 13 سنه تقريبا. عنده 13 سنه. هو الوحيد ده ولا في حد ثاني؟ في حد ثاني في مصر اكيد فيه، بس ده اللي ظهر للاعلام، يعني ده اللي الصحافه أوكي. والتلفزيون اظهروه. شادي عندك معلومات تضوي على الفكرة هاي؟ وانا اعرف علامة تنصيص، واعرف في حد تاني بس مش عارف سنه ايه بالظبط، بس هو برضو اعتقد ان هو في سن المراهقة تقريبا، عنده شان اللي اسمها سلفني كتاب او حاجة سيف، حوالي 17 سنة. سلفني كتاب، وفي في حد اسمه ابو الكتب حاجة كده برضو، يعني انا ما اعرفش بالظبط يعني. كلهم من مصر صح؟ ثلاثة من مصر. ده عالم التنصيص اسمعي. طيب من خلال اطلاعكم ايضا، ممكن بس تضيفوا لنا معلومه، شو هي الدوله العربيه الاكثر
استحواذا على هذا المجال، يعني عندها مصر 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 لا لا تونس. يعني هذه من ارقام حقيقيه. لا تونس. احنا لو بنتكلم بالمحتوى العربي الناس بتحكي بالعربي هيكون مصر، لو بنتكلم على محتويات الاشخاص عرب لغات مختلفه فرنساوي وانجليزي هيبقى المغرب العربي طبعا مكتسح، تونس والمغرب. تونس كتير بالفرنساوي. تونس بيحكوا انجليزي او فرنساوي لان في اكثر من لغه، هذا السبب يمكن. بمناسبة زينة الشامي، أنا أثناء التحضير للقائنا العظيم ده لقيت أرقام أن تونس متقدمة جدا في هذا المجال، وده كان شيء بالنسبة لي لافت لأنه عدد سكان مصر كبير جدا ما شاء الله، يعني بأنه مقارنة لتونس، لكن النشطاء صناع المحتوى في تونس عددهم كبير جدا. معنى. أنا بس حابة أرد على أستاذ علي. معنى تونس؟ أبغى أفهم صدق. أعتقد إنه ده ليه علاقة أكتر بحرية الإعلام، حرية صناعة المحتوى. أتصور يعني. Really؟ أو ممكن. أتصور يعني دايماً إحنا. بس يا أستاذ سيد هذا ما يخصه في الحرية، يعني كل إنسان حر إنه يعمل قناة على اليوتيوب. بالضبط. طيب هقول لك على حاجة، خلينا بس نفتكر زمان من 10 سنين تقريباً. لما كنا بنتكلم عن حرية الإعلام كانت والتدوين، يعني فكرة التدوين ظهور المدونات، كانت الأرقام دايماً بين تونس وبين مصر، مش أي ده مكان تاني، وده بيفسر شوية إنه كان في تقاليد ابتدت تستقر. وبعدين مثلاً لما ظهرت وسائط أخرى زي التويتر والحاجات ديت، حصل تقدم مثلاً في جهة الخليج في بعض الأمور المتعلقة مثلا بتويتر. لكن لو اعتبرنا صناعة المحتوى هي امتداد لظاهرة المدونات بمعنى ما، فده يفسر وجود تونس في مساحة متقدمة لأنها كانت عاملة نفس الرصيد أيام المدونات. كلمة واحدة. طيب. وممكن أنهم ظهوراً أكثر ظهوراً معناتها هم أكثر ثقافة. إحنا كبحرينيين أو إماراتيين كويتيين شوي أكثر جرأة، عندنا الحياة اللي ما نقدر نطلع. Thank you and Rainu and salute أن طلعتي صوت بحريني. عندنا الحياة، المصريين شوي أكثر جرأة مثل الكويتيين، جريئين مثل السعوديين. إحنا كان المفروض يا أستاذ عبير يكونون اللبنانيين معناتهم الأكثر ظهوراً. اللبنانيين أكثر يحبون البهرجة. I salute them. اللبنانيين في اللايف ستايل يا عيش. اللبنانيين في اللايف ستايل. طيب. الآن أنا عندي سؤال، هذه الظاهرة الآن اللي إحنا نناقشها من خلال اطلاعكم، من خلال قراءاتكم، هل تحظى بمتابعة إعلامية جيدة وبقراءات نقدية ودراسات تعطيها هذا الثقل من الجدية والاهتمام، ولا لا زالت ظاهرة يعني فيها نوع من التجاهل إلها بسبب أو بدون سبب؟ انا في رايي انها واخده وضعها في الاعلام، واتمنى انه قريب ان شاء الله ما تاخدش وضعها في الاعلام خالص، لانه كل الحاجات اللي موجوده اونلاين في الفضاء الالكتروني الجميل الطيب الحر لما بتتحول لاي حاجه تانية، او حتى لما بتظهر بشكل بسيط في شكل فيتشر في مجله او في حوار او في جريده او في التلفزيون، restrictions كتير جدا imposed عليها بدون اي داعي. انا ما بستفدش حاجه خالص لما بطلع في التلفزيون، وما بستفدش اي حاجه خالص لما بطلع في اي شكل من وسائل الاعلام. امال بتطلعي ليه يا لادا؟ والله يعني هو غلطه وبندم عليها عاده. لو الموضوع بيكون محكوم بانه انا اصدقاء او حاجه فيلا ماشي، ايوه من نوع المجاملات صحيح، معاك لكن هو انا ما نسيت. انا شكرا يا ندى، انا ما نسيت. هاله شو سؤالك يا هاله؟ مساء الخير جميعا. مساء الورد. اهلا وسهلا لليوتيوبر، ان في ظل انتشار كميه اليوتيوبر الفظيعه، لانه سووا وايد يعني عن زمان اول ما بدوا، زين الكثره زينه في هذا الاتجاه، ما يخافون في العصر اللي احنا فيه اللي هو عصر الملل وعصر ان احنا اللي بنجدد، ما يخافون ان الناس تمل؟ وشو خطتهم عشان ما نبدا نمل؟
خصوصا الحين في هاي الفتره مالت الجائحه اللي استوى في زوم واستوى فينا نلتقي ونتناقش ونناقش الكتب، ما يخافون من الناس انها تبتعد شوي عن اليوتيوبر؟ فبالتالي شو خطه وخطط بديله قصدك؟ يس ايوه، ما هي خططهم البديله عشان على افتراض الناس... انت باني yeah. فرضيه ان ممكن الناس تمل. طيب شكرا yes. يا هاله. طيب محمد شادي، انا لخبط بين محمد وشادي. شادي بتخاف ان الناس تمل من المتابع من متابعتك مثلا؟ هو ده شعور طبيعي يعني، اعتقد ان هو بينتاب معظم الناس اللي عندهم شانلز او حاجه زي كده يعني، او المشاهير او المطربين او الممثلين. وانا مش مشاهير قوي يعني، مش بنقارن بالناس دي، بس هو ده طبعا. هو حتى احنا يعني انا شخصيا انا بزهق احيانا يعني، بيجي لي لحظات من الملل، والمتابع اللي تشانل هلاقي ان انا بقف كل فتره بعطل، ما عنديش افكار جديده، ما عنديش حاجه. انت بتعمل ظهور كل اسبوع ولا كل شهر؟ المفروض الـ 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 يعني تكنيكلي يعني المفروض ان هو كل اسبوع، بس احيانا بيبقى في مشاكل او كده فما بيبقاش كل أوكي. اسبوع. اوكي اوكي اوكي. ازاي بحل المشكله دي؟ بحل المشكله دي بقدر الامكان بان احنا ما نبقاش بنتكلم عن الكتب بس يعني. انا بدات ادخل حاجات متعلقه بالكتب لكن مش كتب يعني، افلام بتتكلم عن الكتب، روايات تحولت لافلام، وثائقيات من وقت للتاني يعني. بنوع قدر الامكان حتى في ده في المحتوى. بالنسبه للاخراج حتى بنحاول نخلي الحلقه يكون فيها الى حد ما وسائل جذب، تصوير بتقنيات معينه، مشاهد ثانويه بشكل معين، بحيث انها تكون يعني الشخص اللي بيتفرج ما يملش ويبقى عايز يرجع يتفرج على حاجات تانية يعني. بس والافكار دي فعلا نفذتها يا شادي؟ انا عندي عامل سلسله تقريبا عن الافلام اللي لها علاقه بالقراءه. الحلقه اللي فاتت على طول كانت حلقه وثائقيات. بنعمل احيانا مواضيع عن القراءه مش مجرد ترشيحات للكتب. بنعمل حلقات سؤال وجواب، حاجات زي كده لو الناس عندها تساؤل معين بخصوص شيء معين يخص القرايه وانا عندي القدره ان انا اجاوب عليه يعني. الوثائقيات اللي انت تعرضها اوريدي موجوده يعني في على اليوتيوب صح ولا لا؟ ولا بتجيب شيء حصري؟ لا خالص اطلاقا. هجيب شيء حصري ازاي؟ لا انا برشع بس حاجات اوريدي موجوده، بس ممكن مفيش انتباه ليها. تتعامل معاها مثل الكتب زي الكتب بالظبط. برشحها لان هي متصوره كويس وفيها شيء ممكن يهم الناس. محمد شادي انت تحديدا يمكن مختلف عن الباقيين ان شغلك شويه اصعب يعني، خاصه في ظل حال الفتره اللي احنا نعيشها. انت دكتور يعني، كيف تقدر مع هاي المهنه الصعبه وفي هالظرف تظل تحافظ على اداء اسبوعي يعني؟ انك مش بس اداء على الشاشه او على اليوتيوب، انت كمان لازم تقرا الكتاب. هو الحقيقه يعني انا كان نفسي اقعد اقول قد ايه احنا بنعمل حاجات مهمه، بس انا واخد تخصص الى حد ما بيسمح لي ان انا اعمل ده يعني. انا مش واخد تخصص في نبطشيات طول الوقت، في اتصال بالمرضى بصوره مباشره يعني. انا واخد تخصص الى حد ما مريح الحقيقه، وانا اخترته عشان كده، لان انا اكتشفت ان انا ما بحبش الطب لهذه الدرجه يعني. فاخترت تخصص الى حد ما مريح، اقدر امارس حياتي وامارس الحاجه اللي انا بحب اعملها وهي الكتب والفيديوهات اللي انا بعملها دي بصوره اكثر اريحيه يعني. فالموضوع الحقيقه مش صعب لهذه الدرجه، هو بس اللي بيجي من وقت للتاني بيبقى فيه اسبوع اكثر ضغطا من غيره، فما بقدرش اعمل فيه حاجه. باجي بعده في الاسبوع لو مريح شويه بقدر اصور حلقتين احيانا ثلاثه، وبنفردهم على الايام الجايه او على سبيل الجاي يعني. يعني اسبوع بيشيل اسبوع يعني. شكرا يا شادي. شادي طيب بما انك الان انت معانا، ممكن ترشح لنا كتاب نقرا؟ رشح لكم كتاب، هو اخر كتاب قريته كان لطيف جدا، كتاب اسمه غذاء للقبطي لكاتب اسكندراني اسمه شارل عقل. كان كتاب هو بيحلل المجتمع المسيحي في مصر من خلال الاكلات بتاعته وعلاقه المسيحيين بالمسلمين في مصر عامله ازاي. ده كان كتاب. شو اسم الكاتب يا شادي؟ شارل عقل. شارل عقل. الكتاب اسمه غذاء للقبطي.
لذلك. طيب شكرا يا شادي. نرجع ل لو سمحت عندي سؤال استاذه عائشه. تفضلي يا زينه تفضلي. انا قلت ليلى اذا اي حد من الحضور رافع ايدي يبغى يسال بس تعطيني خبر. تفضلي يا زينه. طيب أهلا وسهلا بالجميع. أنا بصراحة من متابعي قنوات الشباب. أولا آسفة لأني ما نجمش نتكلم بالتونسي خاطر نعرف اللي مش تفهموني، فنتكلم بالعربية مش معناها أستاذة. نحن النجم نفهم عليك يا تونسي سوء عرب. طيب بالنسبة إلي أنا بصراحة أتابع هذه القنوات جميعاً، ويسعدني في كل مرة يعني أني أرى شباب يقرؤون، يفرحني ذلك، وأستعين يعني بآرائهم في ترشيح كتاب ما، سواء كان روائياً سواء كان من قناة خير جليس لا تهتم بالروايات وغيرها. فأولاً تحية وشكر لهؤلاء الشباب الذين يتقدمون بنا ويمكن يرجعون لنا بعض شبابنا. هذا عندي سؤال لهالشباب. اولا لاحظت انه طرق الاخراج تختلف من واحد الى اخر، يعني وانت ذكرت محمد، ذكرت صديقك ادم عاطف وهو يضفي روح مريحه جدا على الجلسات، ربما يخفف للتخفيف، لان دائما نتصور او نعتقد بان الكتب دسمه. ف يعني لي نوع بحث من يعني بحث عن جديد، كذلك قناة خير جليس في الرسومات وغيرها. لكن سؤالي عندما يعني تدخل الأستاذ سيد تدخله الأول، أنتم قلتم بأنه هو الاختيار ذاتي، الاختيار شخصي، دا بحبه دا ما بحبوش وكذا، هل ترون بأنه أنا لا يعني سؤالي ليس فقط هو البحث عن مقاييس، لكن هل ترون بأن قنواتكم قادرة على أن تطوركم بين ظفرين، تطور مقاييسكم؟ يعني هل أن ممارسة العمل القرائي ممارسة هو يبقى شكل من أشكال النقد، حتى وإن لم تعطيه اسم نقد، ولكن هو حتى أنك تنصحني بهذا الكتاب أو ذاك فهو نوع من النقد، نوع من التقييم. فهل ترى بأن أدواتك تغيرت، تطورت، يعني أدواتكم جميعا؟ سؤالي هذا الأول. سؤالي لمحمد وسؤالي للعزيزة الشوق. لاحظت بأن وخاصة الشوق، لاحظت بأن الكتب المعروضة سواء كانت روائية أو غير روائية في أغلبها إنجليزي، حتى أن محمد أطلق حكما بصراحة آلمني نوعا ما عندما تكلم عن الأدب العربي، قال يعني أن الأدب العربي يتدنى ومتدني وكذا. وأنا ما قلتش كده خالص الحقيقة، يعني أنا ما قلتهاش بالشكل ده. ما قلتهاش بالشكل ده. طيب أنا سأقول لك بالضبط ماذا قلت. قلت الأدب العربي لا يقدم جديدا، مؤخراً يعاني الأدب المصري من الركود، الأدب المصري يتدنى، هذا كلامك يعني بالضبط حرفياً في يظهر لي في حلقة سؤال وجواب. طيب السؤال يا زين، السؤال هو هل فكرتم في أن يعني تعطوا أهمية أو تبحثون أكثر عن الأدب العربي؟ ربما هنالك أشياء لم تعرفوها أو لم تكتشفوها، خاصة وأن هنالك أقلام شبابية جديدة. سؤالي للأستاذ سيد، أنت ذكرت أو حاولت أن تربط أو أن تقارن أو أن يعني تذكر النقاد إلى بجانب هؤلاء الشباب. أنا سؤالي هل حاول النقاد أو الأكاديميون أو المتخصصون الكبار سناً والكبار ربما تجربة وتخصصاً، هل حاولوا أن يقدموا يد العون لهؤلاء الشباب؟ هل حاولوا أن يشجعوهم أم اكتفوا فقط بانتقادهم؟ شكراً يا زينة. أول شيء قبل الشباب يجاوبون على الأسئلة، أنا بحيي الأستاذ شوق اللي انضمت لنا في وقت يعني لاحق،
وكان عندها عذرها وكان عندها مقابلة مثل ما قالت، بعطيها بس بعض الوقت عشان تضيء قليلا على قناتها. اتفضلي يا أستاذة شو. أهلا وسهلا بكم جميعا، وأعتذر اعتذار شديد جدا على التأخير. معذورة يا شو، معذورة. الآن موجودة هنا معاكم وأحب أشارك تجربتي البسيطة. أنا قناتي ما بدأت كقناة بوكتيوبر أصلا، والبوكتيوب جاء يعني صدفة. كنت أنا أصلا أكثر تركيزي على مشاركة خواطري، ولكن في لكن عندي هذا العشق للقراءة وللكتب يعني. وفي يوم من الأيام قررت أني أسوي جولة في مكتبتي وأخبر الناس يعني عن الكتب اللي عندي إياها اللي قرأتها وكذا يعني. فشفت أنه صار في اهتمام كبير في هذا المجال، وأن الناس حتى في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كل ما أطرح كتاب يريدوا يعرفوا من وين، إيش مراجعة الكتاب، إيش رأيي في هذا الكتاب. فبدأت في هذا المجال وسميته مكتبة شوق يعني. وبين فترة وفترة هذا اسم قناتك صح؟ أنا اسم قناتي شوق المسكري. اسم القناة شو اسم القناة؟ شوق المسكري. شوق المسكري، أوكي. وفيها يعني أتوقع شيء اللي يختلف عن كثير قنوات إني أنا ما متخصصة في مجال واحد فقط. أنا أخلق المحتوى وأشتغل على المحتوى اللي يريحني واللي أنا أريد أشاركه مع الناس. فبتحصلوا فيديوهات خواطر، بتحصلوا فيديوهات كتب، بتحصلوا مقابلات في برنامج، بتحصلوا برنامج ثاني عن عمان اسمه هذه عمان. في رمضان أطلع بفكرة برنامج جديد. فما أحكر نفسي في مجال معين على أساس أعطي نفسي المجال إن كل مرة كل ما تجيني فكرة إني أقدر أطبقها على الواقع. يعني أقرأ في التلفزيون الواقع يعني. ما بقول تلفزيون لأن الشيء اللي أنا أقدمه يمكن شوية عفوي أكثر ومختلف، خصوصاً أني أنا ما أظهر وجهي في الإعلام أبداً. وكل مرة أحاول أطلع بطريقة مبتكرة أني أقدر أوصل فكرتي ورسالتي للناس. متى ظهرت قناتك يا شوق؟ بديت أنزل محتوى قبل 6 سنوات تقريباً، أكثر من 6 سنوات. وبدأ صراحة بمحتوى جدا بسيط، وأعترف أني كنت كثير أخاف أني أنزل محتوى لأن ما أعرف إيش بيكون انطباع الناس، خصوصا أنه ما كان في قنوات عمانية معروفة في هذه الفترة من بنات ونساء يعني. فحتى لما بدأت بفيديوهات بالإنجليزي يعني. حسب متابعتك الآن لواقعك العماني، خلينا في عمان، هل ظاهرة البوكتيوبرز منتشرة في عمان؟ للأسف أصلا القنوات العمانية ما كثيرة اللي هي منتشرة ولها متابعات. البوكتيوبر أنا ما أعرف أي بوكتيوبر عماني موجود في اليوتيوب، يمكن موجودين في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الأخرى، ولكن كيوتيوب للأسف أنا ما أعرف أي قناة بوكتيوبر عمانية يعني. أوكي. طيب في شيء تحبين تضيفينه؟ أعطيك بس وقتك إذا تبغين تقولين شيء ثاني يا شو. بس عشان أجاوب على سؤال ليش أنا أقرأ الكتب الإنجليزية أكثر من العربية، وهذا الشيء واضح وهذا الشيء انتقد له عليه كثير يعني. بصراحة أنا من زمان كنت بادي أقرأ كتب عربية كثير، ويمكن بدأت بالكتب الخطأ، لأن أنا من النوع اللي ما أحب أبين أني أنا ما فاهمة أو غبية، خاصة في العربي. وللأسف الكتب اللي بديت أقرأ بيها حتى ما أتذكر إيش هي الحين بالضبط، اللغة المستخدمة فيها كانت معقدة بالنسبة لي، كنت أحس إن في فلسفة كثير في الكتاب ما كنت أفهمه. فصرت أحس إن الكتب العربية صعبة بالنسبة لي، فكنت أقرأ بالكتب الإنجليزية أكثر، وخصوصاً اليونج أدلت في هذيك الفترة كانت بالنسبة لي سهلة، وكنت أخلص الكتب بسرعة وأحس الرسالة كانت بسهولة توصل لي. ولكن في الفترة الماضية بدأ فكري يتغير لأني حصلت الكتب المناسبة بالنسبة لي، الكتب اللي توصل الفكرة بطريقة أسهل وفي نفس الوقت بطريقة واضحة جدا يعني، واللغة أبسط من اللغة اللي أنا كنت أقراها قبل يعني. وواحدة من الأشياء اللي جالسة أحاول أسويها أن ما بس أقرأ الكتب بس أستمع لها نفس الشيء من خلال الأوديو بوكس يعني، على أساس ما أحكر نفسي بالكتب اللي موجودة معي. طيب شكرا يا شوق، شكرا على الإضاءة وشكرا على التوضيح وشكرا ابتداء على أنك أنت وافقت تكونين معانا. نرجع للمجموعة الأسئلة اللي طرحت زينة.
أنا بسأل السؤال اللي هو هل فعلاً تطورت مقاييس البوكتيوبرز في موضوع النقد؟ هل هذا الأمر يعنيهم أو يهمهم من الأساس؟ رنوة؟ أول مرة طلبوا مني أكتب مقال تقريباً مرقة والله مرقتي؟ اي والله وكان أيه. مقال مرة طرشتهم 1000 كلمة يمكن 1000 وشي وهم طالبين شيء يعني ما يعني مو بعارفة أكثف الحالة وخاي يعني أكيد أكيد مع الوقت تتطور الأدوات عموماً لكن أدوات المرئي غير أدوات المكتوب غير أدوات المسموع غير وخصوصاً إن إحنا انطباعيين مش أكاديميين يعني نتحدث عن انطباعاتنا فإذا ما طورنا أدواتنا نكون ناس مش كويسين يعني المسألة مش إن في أرقام كثيرة يعني ليست بزيادة المتابعين هي actually مسؤولية أنا أشوفها مسؤولية علينا إن إحنا نطور أدواتنا وإن إحنا نقدم لهم شيء ذو قيمة تمام؟ أنا شخصياً تطورت ولا زلت أطورها وأتمنى إن يكون بعد كل الزملاء عندهم هذه ما نكبر نتعلم تعلم تعلم يا شكراً يا رنوة شادي ثواني أستاذة عيشة بس آدم حابب يتكلم آدم ونسرين كان عندها سؤال طيب ناخد آدم الأول مساء الخير حبيب الأول أسلم الروائع مساء الخير حبيب الأول أسلم على كل الناس المتواجدين أنا بس مساء الورد يا آدم حابب بس أن أرد عليهم أول حاجة حابب أهدي بس إن أنا بحب جدا المحتوى بتاع شو علشان هي بتبذل عليه مجهود كبير أنا بتابعها من زمان يعني ومقدر المجهود اللي هي بتعمله لأنه مش قليل حقيقي المجهود اللي هي بتعمله على المحتوى بتاعها وطريقة التقديم والأفكار اللي هي بتجيبها في نقطة حابب كنت أضيفها على الأستاذ سيد لما كان بيتكلم على فكرة إن لازم يبقى في معايير معينة أنا ممكن يكون يعني تخصصي مثلا أنا مش شخص قارئ من الدرجة الأولى أنا شخص ممكن أكون بقرأ بحدود 5-6 كتب في السنة مش قارئ عتيد يعني زي ما بيقولوا لكن الفكرة كلها أنا شايف إن الهدف من المحتوى البوك تيوبينج إن أنت بتجذب عدد أكبر للقراءة مش ان انت بتحاول ترقى بمستوى القراءة بشكل اولي يعني انت بتحاول تخلي الناس تهتم اكتر بالقراءة بتحاول تفتح عينيهم على مجالات معينة على كتب مترجمة على كتب سواء فيكشن او نون فيكشن على مجالات مختلفة حتى لو كانت مواضيع مختلفة فده بيكون بس الهدف من البوك تيوبينج بوجهة نظر يعني وفي الأول وفي الآخر أنا حابب التنوع اللي حاصل وحابب الاهتمام اللي بيحصل برضو وكان برضو كان في نقطة برضو طرحت فكرة إيه المميز عند كل حد أنا شايف إن كل حد المميز عنده هو الطريقة اللي بيتكلم بيها ممكن يكون مثلا شادي لي تون معينة لي طريقة معينة لي بادي لانجوج معينة ندى الشبراوي ليها تون معينة ليها بادي لانجوج معينة ليها طريقة معينة ممكن سين من المتفرجين بيحب يتابع ده أو بيفضل الطريقة دي عن الطريقة دي في الأول وفي الآخر إحنا ننفذ بعض أو كده هو الهدف كله إن نجذب قراء أكتر يهتموا بمجال القراءة بس وحابب أشكر كل الناس المتواجدين وأنا بشكركم جدا عاطف على فكرة هو المخرج بتاع برنامج بتاع الكتب مع شادي بس أنا سؤالي لعاطف عاطف صح؟ مزبوط أي. عاطف أنت بتخرج برنامج شادي هل جربت أيضا أنك تشتغل مع بوكتيوبرز آخر؟ في الحقيقة ما حدش عرض عليا يعني هو شادي صديق لي يعني نعرف بعض ممكن من 6 سنين طيب أو من طيب أكثر من كده طيب وإذا كان عرض عليك ممكن تشتغل مع أكثر من واحد؟ هو الفكرة أنا صيدلي شغال في شركة أدوية دلوقتي فأنا ليا جوب
فدي حاجة صعيدت كده بالنسبة لي يعني. فأنا ما عنديش فكرة، بس ما عنديش قصدي مانع، أنا آسف، ما عنديش مانع أن أنا أعمل ده طبعا، وأكون مبسوط جدا لأن أنا بستمتع أصلا. أنا بعمل ده في المقام الأول لأن أنا بستمتع بيه. أنا وشادي ما عندوش مانع؟ ما أعرفش، ممكن نسأله، هو قاعد جنبي دلوقتي. شادي ما عندوش مانع خالص. شادي ما عندوش مانع خلاص، هذا موافق على الهواء مباشرة. ندى، يعنيكي موضوع ندى؟ معاي ندى؟ ايوه موجوده. ارجع لسؤال الاستاذه زينه، هل يعنيكي ما جاء في سؤالها ان يمد احد النقاد الكبار يده لياخذ بيدكم نحو المقاييس والمعايير، ولا هذا لا يعنيكم كثيرا؟ هو الحقيقه ده ما حصلش خالص. يعني الاول انا عايزه اجاوب على السؤال الاول اللي الاستاذه زينه سالته بتاع هل القناه بتمدكم بادوات للتطوير. ده حقيقي، بس مش بس القناة. يعني أنا دايماً لما حد بيسألني إزاي أخد فايدة أكبر من الكتاب، بقول إنه حاول تكتب عنه، حاول تطلع النقط اللي فيه، حاول تلخصه، حتى لو مش بتنشر ده بيثبت المعلومات. أنا في القناة علشان خاطر أطلع بالسكريبت اللي أنا كتباه والحاجات اللي أنا عايزة أقولها، ده بيخليني أقرأ ببريسبكتيفز مختلفة، مش بس ببقى بقرأ الرواية إن أنا بستمتع بيها أو لأ، ولكن بدور في الأسلوب نفسه على حاجات كتير. فبيخليني ان انا اروح اعمل سيرش عن تيار الوعي، مين بدا وبدا ازاي. لو قدرت اقول ده في الحلقه ده بحسها قيمه مضافه، بس ما بحبش ان انا اغوص قوي في ده علشان خاطر ما اطلعش عن القصه بتاعت الروايه او الحبكه بتاعت الروايه او الحلقه. ولكن طبعا القناه طورت حاجات كتير في قراءاتي وفي شخصيتي، يعني مش بس في القراءه. تاني حاجة، طيب خليني في النقطة دي. حاولتي مثلا بشكل عملي انك تعملي زي ما بنقول مثل التدريب في حلقة من الحلقات مع متابعينك كيف يقرؤون كتاب كما تقرأينه انت؟ انا عندي في القناة عندي سيريز مختلفة، لاينات مختلفة، خطوط مختلفة للحلقات. فأنا عندي من ضمن الخطوط اللي موجودة في سلسلة اسمها The Art of Reading أو فن القراءة، ودي اللي بجاوب فيها على كل الحاجات اللي ليها علاقة بالهاو تو، إزاي أقرأ أكثر أو إزاي أستفيد أكثر أو إزاي أقرأ إنجليزي أو إزاي ألخص الكتب. فده يعني ليه خط ثابت في القناة. حلو، جميل. وطبعا أنا بتعلم طول الوقت، يعني أنا طول الوقت بكتشف طرق جديدة. السؤال الثاني الخاص بالنقاد، هو رقم واحد النقاد العرب، وانا بختص يعني العرب بمعنى العرب، لانه الاجانب اللي انا تواصلت معاهم كان ليهم وجهات نظر مختلفه، بس النقاد العرب وجهات نظرهم للاسف سلبيه للغايه من فكره البوكتوبينج او من فكره النوليدج او الكونتنت اللي ممكن يكون جاية عن طريق وسيط مختلف عن الوسائط اللي هم متعودين عليها قبل كده. فده رقم واحد. رقم اتنين، انا مش عارف نوع الاستفادة اللي ممكن حد بيقول انه انا القناة مش بقدم فيها نقد او مش عايزة احلل فيها حاجة، انا برشح اللي انا بحبها الناس بيحبوني فبيسمعوا كلامي او بنتناقش فيها. فانا مش عارفه ايه نوع الاستفاده اللي انا ممكن استفيدها. طبعا يعني مع احترامي لكل النقاد على دماغنا بستفيد منهم ومن مقالاتهم ومن كتبهم وكل حاجه، بس مش عارفه ايه نوع الكولابوريشن او التعاون اللي ممكن استفيد بيه من حاجه زي كده. يعني هو مش موجود بسبب حاجات كتير، بس حتى لو كان موجود مش عارفه بصراحه، مش شايفه له طريقه للادابتيشن يعني. سوري، ادواتك يا ندى، انا اسفه جدا ما احب اقاطع، بس ادواتك يا ندى، أدواتك في 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 إيجاد في الوصول إلى الجمال في عمل فني، أنا أسفة جدا للمقاطعة جدا، بس أدواتك لفك العمل، أنت بتقف قدام لوحة، ما هو ده تجريدية، تمام؟ ممكن تقولي إنها هي مو بحلوة، بس إذا أنت عرفتي مفاتيح هذا العمل بيساعدك. أنا مش بقول يا رغم إن أنا مش محتاجة العلم، أنا بقول إن أنا مش محتاجة إنه العلم يجي بالطريقة دي. يعني أنا ممكن أقرأ عن النقد الأدبي، ممكن أقرأ عن تاريخ الرواية أو تاريخ النوع المعين اللي أنا بتكلم عنه، أو ممكن، وأنا شخصياً عندي في حياتي ناس اللي أنا بعتبرهم منتور، ناس بستفيد منهم، أساتذة في الجامعة، أصدقاء عرفتهم عن طريق القناة، ناس عرفتهم من شغلي، كلهم متخصصين في حاجة ما وأنا بستفيد منهم في ده. وكتير منهم حتى بيحطوا لي أحياناً خطط قرائية للتعرف على حاجة معينة، فلسفة مثلا، عندي اثنين او ثلاث
أسدد في حياتي بستفيد منهم ده. وهما بيعملوا ده بصفاتهم أصدقاء مش بصفاتهم ناس ليهم يعني upper hand أو إحنا عارفين وإنتي مش عارفة. ده صعب قوي يكون موجود مع النقاد العرب يعني من ندى اخرجي وادخلي تاني تقريبا الصوت عندك. طيب انا اعتقد ان الاستاذه نسرين كانت تبغى توجه سؤال بنجاوب على سؤالها واعتقد تاخرنا على الجماعه يعني اخرناهم اقصد. نسرين اتفضلي يا نسرين. نسرين عضوه في نادي كتاب وشغوفه بالكتب ومحبه للكتب. تفضلي يا نسرين. أنا الأول كنت سعيدة جداً بيهم وكنت عايزة أشكرهم وأشكر جهدهم وقنواتهم وإن كل قناة لها بصمة بصمتها الخاصة وخرجتونا فعلاً عن النمطية وأنقذتونا من المحتوى الرديء اللي على اليوتيوب المليان باليوتيوب. فلا بصراحة ليكم كل التقدير والشكر يعني والتحدي اللي واقع عليكم لتقديم محتوى هادف ساعدنا في نقل فكرية لأطياف وأعمار مختلفة وساهمتم في نشر الوعي. عندي سؤال أنا كان عندي أسئلة كتير بس أنتم جاوبتم على معظمها بصراحة. فعندي سؤال إزاي بتقدروا تتغلبوا على التحديات اللي بتقابلكم قبل تصوير الحلقة أو أثناءها؟ والسؤال الثاني ما المعايير اللي انتوا استخدموها لتقييم الكتب؟ ازاي نقدر نعتبركم منصفين؟ يعني انكم انتوا انصفتوا الكتاب ده او ما انصفتوش؟ يعني ايه هي المعايير اللي انتوا بتختاروا على اساسها الكتاب؟ يعني قصدك الى اي درجه نستطيع ان نثق في خياراته؟ ايوه صح. ايه هي دي؟ شكرا شكرا يا نسرين، شكرا جزيلا. نبدا مع خالد. خالد في عقبات تواجهك اولا ولا الامور ما شاء الله ما فيها اي شيء؟ لا لا اكيد لازم يكون في تحديات استاذه عائشة، وكانت هذه طيب. من بدايه رحله قناه كارت جليس يمكن معظمها كان تحديات تقنيه لان احنا كنا يعني نخوض نوعا ما مسار جديد ومعتمدين على نفسنا، ما كان عندنا خبره كبيره في المجال سابقا، مجال الانتاج رسوم متحركه وغيره، وكذلك مجال اختيار الكتب يعني هذا مجال مشتغل وصعب لي يعني استهداف ذائقه القراء، ولكن يعني الحمد لله تم التغلب عليها من خلال يعني روح الفريق وتعاون اعضاء الفريق. بس في نقطة مهمة جدا اليوم يمكن احنا غفلنا عنها استاذ عائشة، انا حبيت انوه عنها اليوم. احنا ذكرنا دور وسائل الاعلام في دعم البوكتيوبر خلينا نقول، او دور المتابعين او دور النقاد للسؤال اللي سألت الاستاذة زينة، لكن نحن لما نسأل عن قناة خير جليس يعني من اهم اسباب نجاح القناة كان بعد مرور سنة عليها انها نالت على جائزة مهمة جدا، يعني انا اقول انها اعادت الحياة الى هالقناة، وهذه الجائزة كانت جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للغة العربية. وليس فقط هذه الجائزة، كذلك البرامج الوطنية اللي موجودة في الإمارات وخيرها مو بس الإمارات، تركيزها إنها يمتد إلى الوطن العربي كامل. تتكلم عن الدعم يعني؟ تتكلم عن الدعم المادي والمعنوي؟ نعم أتكلم عن الدعم المحلي، لأن يعني الدعم أكبر بكثير من أرقام المتابعين. يمكن إحنا أرقام متابعين عندنا في الإمارات السابعة والثامنة على مستوى القناة، لكن واكثر المتابعين من الوطن العربي من دول المغرب العربي، لكن دعم القنوات ودعم البرامج التي تثري المحتوى العربي كان دعم كبير، وانا اشوف انه يعني خلانا نوصل الى هذه المرحله. مثل ما قلت بالاضافه الى جائزه الشيخ محمد بن راشد المكتوم، كانت كذلك جائزه الشيخ فاطمه للتميز والذكاء المجتمعي. فهذه يعني برامج الحمد لله القائمين عليها أدركوا أنها هي فقط ليست برامج لدعم الثقافة والمثقفين والكتاب وغيرهم من هذا المجال، ولكن فيها مجال رقمي كبير، فيها مجال وسائل التواصل الاجتماعي كبير جدا،
وموجود في الوطن العربي ويستحق الدعم. وأنا من هنا أوجه دعوة كذلك للجميع المتواجدين وجميع اليوتيوبر اللي يطلعون على الدعم الموجود وعلى البرامج المقدمة اللي تطلع من دولة الإمارات، كثير منها في الوطن العربي، وإن شاء الله تدعم ويعم كره للجميع. شكرا يا خالد، شكرا يا خالد. نفس السؤال موجه إلى ندى. السؤالين بتقول أستاذة نسيم. عندي استفسار، أنت في حد معاك تيم أو مساعد أو مخرج ولا بتعمل كل حاجة لوحدك؟ لا لا، بعمل كل حاجة لوحدي. في البداية كانت غدا صاحبتي بتصور معايا، بس حاليا يعني بعد أول يمكن 20 حلقة، احنا دلوقتي 170 حلقة، الباقي كله أنا بعمله لوحدي كل التفصيلات. يعني تجدي صعوبة ولا الأمور ميسرة؟ هي الصعوبة الصعوبة اللي أي كونتنت كرييتر في أي مجال بيواجهها، فكرة إنه الواحد طول الوقت عايز يحاوط نفسه بأشياء ملهمة وأشياء تخليه في المزاج اللي يخليه يقدر يعمل حاجة. لكن غير كده أنا بالنسبة لي يعني وقت تايم مانجمنت، يعني مشكلات العادية، يعني ما عنديش شيء أقدر أشتكي منه. بس أنا كنت ازاي بتقدر توفقي بين كل بين شغل وتعليم، وبتتعلمي فرنساوي وانجليزي و انا متعلمة انجليزي، انا بتعلم فرنساوي بس. او انا فرنساوي. انا بنام وقت قليل جدا، وانا شايفة انه الفترة اللي احنا فيها دي فترة تحديدا، بس الوقت اللي احنا فيه ده ووجود الانترنت، الواحد عنده فرصة قوية جدا طول الوقت ان هو يطور نفسه ويتعلم لوحده بدون ما يبقى محتاج ان هو يحتك بناس كتير ولا يصرف فلوس كتير حتى. فانا بحاول استغل ده يعني اكثر استغلال ممكن. وطبعا انا بوصل كتير جدا لمرحلة البرن اوت، ان انا يعني بعمل حاجات كتير جدا، بشتغل كتير وبذاكر وبعمل حاجات تانية، فبوصل لمرحلة البرن اوت، فبضطر اخد يوم او يومين اوف بدون اي حاجة خالص عشان اقدر اكمل. الأسئلة اللي الأستاذة نسرين سألتها، هي سألت سؤالين. السؤال الأول التحديات. التحدي الأكبر بالنسبة لي وبالنسبة برضو شادي قال هو في وجود الفكرة. يعني أنا بقرأ بشكل مستمر، ولكن أنا دايماً ببقى عايزة الحلقة تكون أكثر من مجرد أن أنا طلع أتكلم عن الكتاب ده. أنا عايزة أربط الكتاب ده بحاجة أكبر الناس تقدر تتواصل معها أو تهتم بيها. دي انه الاقي اللينك بين المحتوى اللي انا قريته والمحتوى اللي انا عايزه اقدمه، هي دي بتكون التحدي الاصعب بالنسبه لي. كل الحاجات الثانيه سهله، كتابه الحلقه وانس ان الفكره موجوده مش شيء صعب. وبما ان انا تصويري واخراجي وحاجاتي كلها بيزك، ما فيهاش حركات كتير مش زي شادي، فانا بحط الكاميرا قدامي وبقعد اتكلم في بيتنا، فالموضوع سهل. هو التحدي الاساسي بيكون في الفكره وفي الانترنت، لانه النت مش دايما بيكون ساعد يعني عشان الحلقه تترفع. ده التحديات. التحديات اللاحقه بقى بتاعه بعد الحلقه ما بتنزل، انا برده ما عنديش نقد كبير بيوجه غير على اشياء للغايه، فانا الحقيقه بقرر ان انا ما التفتش ليها عشان مرارتي وقولوني وحرق الدم وكده. فالاشياء اللي هي شبه انت لابسه حجاب ليه وانت بتتكلمي عن كذا، او انت ازاي لابسه لسه مقتنعه بايه وانت بتعملي ايه، واشياء شخصيه للغايه، فانا بعتبر انه ده يعني اجنور بس عشان الواحد يقدر يكمل. يعني يا ندى، المشاهير اصلا دائما يتعرضون للنقد يعني، فانت لا تهتمين يعني عادي. ما هو ساعتها انا بالظبط لا اهتم، مع ان انا مش مشهور يعني، بس ساعتها يعني لما ده بيكون هو النقد انا بقرر ان انا ما اهتمش. السؤال الثاني بتاع ازاي نعتبركم منصفين، هو الحقيقه مفيش يعني، حضرتك ممكن تعتبرينا مش منصفين خالص. يعني هي القناة من الأول بتقول أنا بطلع أتكلم عن كتب اللي أنا بحبها، لو سمعت الكتاب كلمت عن كتاب معين وقريتيه لقيتيه حلو، غالباً هتقولي دي بترشح كتب كويسة، أو إحنا مزاجنا القرائي متشابه. أو لو جيتي تقري حاجة أنا رشحتها ولقيتيها ملاش علاقة خالص بالإتقال، غالباً هتقولي إنه either دي حمارة مش عارفة بتقول إيه، أو إنه هي ده it's not my cup of tea، فساعتها هتعملي ان سبسكرايب بسهوله جدا. ودي ميزه اليوتيوب، ان هو اليوتيوب مش مفروض منه انه يكون منصف. يوتيوب مزاجي للغايه، وكل اليوتيوبرز العالميين اللي بيقدموا محتويات بيتفرج عليها ملايين البشر، الناس اللي هي عندها 50 و60 مليون متابع، مش ناس مش بتتابعهم عشان منصفين، ناس بتتابعهم علشان خاطر هم لقوا فيهم حاجه هم بيدوروا عليها.
فهو ده ببساطه ميزه اليوتيوب واللي بتفرقه عن اي حاجه تانية. طيب ندى قبل ما تروحي يعني او نخلص البرنامج هذا ترشحي لنا كتاب؟ ارشح لكم كتاب. انا مؤخرا قريت كتاب كان لطيف قوي الحقيقه، كنت عرفت عليه من ترشيحات بيل جيتس، كان في قائمه قراءات بيل جيتس وعملت عنه حلقه من يمكن اسبوعين، اسمه لون شوت. بس ترى not good now. لا اعطي لنا كتاب عربي يا ندى. ندى اعطي لنا كتاب عربي لو سمحتي. هيبقى روايه انا اعتبرتها من افضل الروايات اللي قريتها السنه دي لكاتب فرنساوي اسمها انصتوا الى هزائمنا، الكاتب اسمه لوران جودي. دي من اقوى الروايات اللي انا قراتها السنه دي، صادره عن دار المدى وبترجمه اللي هو حازم وايف كارولي. انصتوا الى هزائمنا، انصتوا الى هزائمنا، هو نفس الكاتب اللي عمل روايه شمس آل سكورتا اللي هي صادره هو كانت بترجمه بسام طيب. في حد من الشباب عايز يجاوب على اي سؤال تفضلت فيه نسرين عن ال الى اي درجة؟ انا بس عايزة اوضح حاجة استاذ عيشة، ان انا مش قصدي ازاي نعتبركم منصفين، انا قصدي ايه المعايير اللي انتوا بتختاروا على اساس الكتاب بحيث ان نقدر نعتبركم منصفين، يعني ان بنحبه ايه هي المعايير؟ لا ما هم المعايير يا نسرين اتكلموا عنها في البدايه وهي الذائقه الشخصيه. اوكي الذائقه الشخصيه بحيث ان انا هذا الكتاب حبيته فعرفت سواء كنت اكتب عنه في الجريده او اعرضه في اعتقد لا يعني انا بالنسبه الثاني بالنسبة للإنصاف، بالنسبة للإنصاف أنا أتصور أن هناك مجال واسع في الفضاء الإلكتروني بحيث أني أنا إذا التقط اسم قال الآن مثلا شادي غذاء القبطي أنا أرشحه وهو كتاب كويس ومن أفضل ما قرأت وإلى آخره، طبعا هذا الحكم حكم يعني مش قيمي، هو حكم معيار شخصي يعني، لكن أنا كيف أروح أشتري هالكتاب؟ مش لأن من أول ما شادي قال أنا رحت اشتريت، أنا اليوتيوب أو الفضاء الإلكتروني بشكل عام يعطيني خيارات كثيرة أني أنا أحط هذا الاسم في محرك البحث وبتطلع لي مراجعات كثيرة، بتطلع لي مقالات في الصحف، بتطلع لي لقاءات، مقابلات في كثير من القنوات تتكلم عن الكتاب أو مؤلف هذا الكتاب، وبالتالي تكوين حكم على كتاب يكاد يكون من الأشياء الصعبة أني أنا أحصل على نفس الحكم، أنه كيف أنا قريت الكتاب ندى قالت ده من أفضل الكتب بس أنا ما لقيته من أفضل الكتب. طيب هذا في النهاية قالت من وجهة نظري، ما قالت في بالمطلق، قالت أنا أرى ذلك، فهذا لازم ينحط بعين الاعتبار. هي قصة الكتب قصة كثير فيها ذائقة، يعني تلعب الذائقة دور، ويا ما اشترينا كتب وقعنا في مقالب لأن اشتريناها فلان قال هذا أعظم كتاب ولما قريناه لا أعظم كتاب ولا هم يحزنون يعني، فنعيش وناكل غيرها بعدين. طيب أنا أعتبر أن نحن استوفينا تقريبا معظم محاور النقاش وأضعنا على كل النقاط التي على الأقل أنا وضعتها أمامي لكي أناقش الشباب، يعني فعلا أنا سعيدة بوجودهم معانا، سعيدة بأنهم تكلموا، أن احنا سمعناهم، أن احنا عرفنا جزء، أنا بالنسبة لي في أشياء مثلا ما كنت أعرفها، وأشكرهم وأتمنى فعلا أن نحن وأدعو أن نحن نعمل مؤتمر يضم البوكتيوبرز على مستوى الوطن العربي عشان نتعرف على هاي التجربة، ويمكن من هذا المؤتمر تنبثق مثلا مثل ما قال خالد جوائز دعم آفاق مختلفة، لأن أعتقد أن هذا مجال مهم ويجب أن يصل إلى صانع القرار الثقافي أو صانع القرار الإعلامي، كيف ممكن يأخذ بيد هؤلاء
حتى لا تتوقف قناة مثل قناة رنوة، وحتى لا يشعر فلان بالارتباك يعمل ولا ما يعمل لأن كذا، وحتى يعني تمشي الظاهرة. طبعا ما في شيء بيمشي بالمثالية اللي احنا نتصوره، لكن على الأقل إذا كان بإمكاننا أن نمد يد العون لهؤلاء الشباب على الأقل، يعني إن مش بالمادة فبالكلمة. يعني أخيرا أستاذ سيد، أنا شاكرة حضورك معنا، ندى، شادي، خالد، شوق، مين معنا، رنوة، جميعكم لكم وافر الشكر والتقدير مني. أتابعكم كلكم بحرص وبمحبة حقيقية، يعني أعضاء صالون الكتاب جميعا والصديقات جميعا وأختنا، وعلى راسنا من فوق ليلى سيد سعيد بكل الجهد اللي تبذله معنا. ألف شكر يا ليلى، وألف شكر لجميع من حضر، وشكرا للإعلام اللي بغطي هاي الجلسة بعد بكرة من الآن مقدما. يعني شوق، ألف شكر على حضورك رغم المصاعب اللي مريتي فيها اليوم، ونتمنى أن المقابلة يعني تثمر عن شيء جميل يعني، وأكيد بنلتقي إن شاء الله أكيد. شكرا جزيلا للجميع، وتصبحوا على خير. شكرا، شكرا لك، شكرا للجميع، شكرا للجميع، شكرا جميعا، شكرا للجميع. مع السلامة، سعيدة، شكرا، مع السلامة، على خير، مع السلامة، مع السلامة، تصبحون على خير، مع السلامة.